لازم تحسوا باللي بتعمله. نرفع كل حاجة فوق، ايدين فوق، واحد هوبا يمين، واحد هوبا شمال، واحد هوبا يمين، واحد هوبا شمال. مين الشطورة بقى اللي هتعرف تعمل الحركة ديت؟ هايل 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 سمبولاغا، طول عمرك ولد موهوب فنان قدام السلطان. طول عمرك وفي سنبلاغة. حضرت طلبيه الجواري الجديده لمولانا السلطان سليمان؟ موجودين وانا بدربهم بنفسي. موزز ولا؟ موزز. تشكرات سنبلاغة، تشكرات. تشكرات سلطان، تشكرات. يلا، واحد هوب يمين، واحد هوب شمال، يلا واحد فك شوي، يلا 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 يلا. دستور السلطان سليمان المعظم. بعتهم الأربعة على الأوضة. لو تكرمتم، أنا عايز أقعد مع السلطانة الأم والحريم الأربعة بتوعي والباقي برا برا. سليمان ابني الغالي، مالك؟ شكلك كده خدت قرار الحرب. بقولك ايه يا سلطانة، سيبك بقى من قرار الحرب والقوامتك الكدابة دي. فين ال 400 دولار بتوعي؟ 400 دولار؟ 400 دولار بتوع ايه؟ 400 دولار بتوع ايه؟ انا بحذرك يا سلطانة تلعبي الجيم ده معايا. الله، انت نسيت نفسك يا سليمان، انا السلطانة الام وانا السلطان المعظم، ممكن اعزلك. اقسم بالله اقلعك السولجان والتاج وارميك تنضف الحريم زي زمان. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي مخليك متاكد كده؟ هقولك ايه اللي مخليني متاكد. فاكره من 13 يوم اما كنت راكب الحصان بالاماره خدت مني 700 دولار، حصل ولا لا؟ حصل حصل سليمان حبيبي. افتكرت افتكرت 700 دولار. ايوه، بس انا رجعتهم لك. خانك ذكائك يا سلطانه، رجعت 300 بس يا حلوة. وقصري عشان ما اتكلمش في اللي بالي بالك. لا بقى، ها؟ اتكلم في اللي بالي بالك، ها؟ التاج اللي على راسك يا قطة. هي حصلت التاج؟ ايوة، التاج ده مكتوب في المراس بتاعي انا. التاج ده يا سليمان ابوك كاتبهولي في القايمة، هو والسجاجين. والله؟ طيب، أنا هتغاضى كسلطان على كل التفاهات دي، بس في حاجة لا يمكن أسكت عليها. شريط الترامادول 225 اللي في درج التسريحة كان فيه 4 حبايات، اتاخد 2، وأنا شايفك ما شاء الله بتحركي في القصر ولا بنت 17، حلال عليكي. اديني الحبايتين اللي فاضلين، أديكي شايفة جرمع الحريم اللي لسه رايح على الأوضة. ولا تتجنن. ابراهيم باشا، ابراهيم باشا. يا ابراهيم باشا، بتدعي لي ابراهيم حسن؟ اعمل اللي تعملوه. بقول لكم ايه، اقسم بالله اقلع لكم مرت واعمل لكم فضيحه واولع لكم في القصر ده. خلي بالك يا سلطانه، اوعوا تكونوا فاكريني خرنج. لا، انا سبونج بوب واصفر كموني يا سلطانه، وده لوني على فكره. ابراهيم باشا، هنعمل ايه؟ ده بيقول أنا مش خرنج، سبونج بوب وأصفر كموني، وأنا قبل ما نام في حاجات لازم أعملها. ده احنا نلمله ونخلص. أنا ما معيش في البوك بتاعي غير 15 دولار، وأنا بتاع 30 شايلهم في القفة. كنت أعمل حسابي لليوم ده، هتصرف. ادوكوا معانا يا حبايب، يلا يا أبلة، ما تعدهمش، سيبيهم ببركتهم. حبيبي يلا يا حبايب، يلا يا أبلة، يلا يا أبلة، يلا يا قمر، مكمرهم في الكم. ده القمر ده سكر وعسل.
حلاوة حلاوة. بعد إذن حريم السلطان يتفضلوا على الأوض. مولاي ولا تزعل نفسك. لا يا حبيبي، طالما حقي معايا ما بزعلش. سلامة. مية مية. أنا مخنوق عايز أشم هوا. يلا يا مدحت، هات برتقانة يا مدحت، أشرها لي يا مدحت. اسحوا. كانوا فاكرين هيقلبوني، بس أنا طلعت ابن أصول. طول عمرك أصيل ابن أصل. لعلمك كان ممكن أشكها محضر وبهدلها، بس أنا بتبع مكارم الأخلاق. طول عمرك كريم ابن كرمة. أنا مش فاهم بيبصولي إزاي مع إني صايع عديم وهم عارفين. طول عمرك صايع ابن صايع. تنبل. معلش يا مولاي، معلش معلش. Здравствуйте, мой дорогой король. Угощайтесь, пожалуйста. Это на хрустике мы вместе с мамой готовили. Это с изюмом. خد منها البقسماط وخلصني. ايه الرغي ده؟ انا فضيلك. ايه القرف ده؟ امشي. ايه اللي جرى للحراملك؟ ايه اللي جرى له؟ انت ما شفتش حراملك يا سنبل قبل كده. الحراملك كان ايام ابويا الله يرحمه. سيبك بقى من المناظر دي والاحجام دي. لا 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 لا، انا كنت بمشي مع ابويا الله يرحمه وانا امير صغير كده، هنا في الكوريدور ده كنا بندوس على النسوان. بندوس دوس. ايام ايام سلطان قلبي. ايام حبيبة الروح. اللبن مولاي. لتاني يوم بتعرضي عليا اللبن يا هيام، وانت عارفة ان عندي اسهال. ماشي في القصر في وسط الناس بسهل بسهل، اعمل ايه عشان افهمك؟ ده ليه معنى واحد، إن أنت ما بقيتيش مركزة مع السلطان المعظم وليكي أهداف أخرى. بس ده مش موضوعنا. بعدين دي البتاع اللي في إيدك ده. ورا ورا يا سنبل خطوتين ورا. إيه يا أفندم مولاي. يا فندم إيه؟ أنت داخلة بتتدحلبي هتنيميني يعني؟ أنت بتستهبلي يا ولية؟ أنا مش كذا مرة مكلمك ما تطلقيش صدرك كده في رايحة جاية في القصر. قلت لك في زفت رجالة وفي ناس. إيه يا ولية؟ أنت متجوزة كوافير ولا إيه؟ ما تفوقي. والراجل عمال يقول لك دستور دستور. حسي حسي بقى ولميهم بدل ما احرمك منهم. اتفضلي. بقول لك ايه؟ هاجي لك بعد ربع ساعة. ويام استغفر الله العظيم. مش مبسوط. صباح الخير يا مولاي. اهلا. اتفضل الشاي يا مولاي. البت دي جابينها منين؟ من زكستان. يلا يا بنت، خد يا بنت، تعال تعالي هنا. انا مش عايزها، مش عايز بنت كده تحس. عارف هقول ايه؟ انا عايز ابدلها، اروح للامير اشرف في القصر الشرقي اديها له وخليه يبعت لي بدلها نهى. يلا. ايه الزهق ده؟ انا عندي فراغ يا سنبل، ما بقاش عندي حاجه غير اني اقعد اتسلى واقعد اعمل خواتم لحد ما كرهت الخواتم. مش عارف هاجرهم بقى ولا اعمل ايه. ماتيريال كتير قوي باخده من السلطان على الخواتم. فراغ فراغ، حاجه تجيب الضغط. دوا الضغط يا مولاي. هما بيطلعوا منين دول؟ خد منها دواء الضغط. انت مين يا حلو؟ انا زوجتك يا مولاي. زوجتي؟ انت هتستهبلي ولا انت لقيتي الحريم مرطرطه وقلت العب اللعبه؟ جوزتك امتى؟ شهر 6 اللي فات يا مولاي. كدابه. شهر 6 اللي فات كنت في معسكر ابو قير قعدت اسبوعين. قصدك اخر 6. برضه كدابه. اخر 6 اتجوزت ام احمد الزنجيه. لا، الزنجيه دي كانت شهر 7 يا مولاي. اسره عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ فاكرك يا سنبل. ورا ورا عشان سنبل. فاكرك كنا في الخيمه اللي في الاخر صح؟ ايوه يا مولاي. لما قشرنا على ناس فاكره؟ طبعا فاكرة؟ يا مولاي. شفت صوت فاكره لما شفت انت رابطه هنا على رجلك ايه ولا لا؟ رابطه خنجر ليه يا حلوه في رجلك؟ شايله لمين الخنجر؟ هتقتليني ولا تقتل امي؟ انا اسفه. طلعي الخنجر. طلعي الخنجر. ارجوك سامحني يا مولاي. سنبل. ايوه. شلح الولاد دي وهات الخنجر. يا خاينه يا وضيعه. كله مؤامرات كله مؤامرات. انا هوريك. سامحني يا مولاي. اسامحك ايه وانت شايله لي خنجر وماشيه بيه في وسط القصر؟ ارجوك يا مولاي. ما في. انزل يا ابني. هات. اسمع انت رايح فين يا ابني؟ رايح فين؟ هات شايله لي انا خنجر. هات. كشفت لعبتك الوضيعه. امسك
فرمان طلاق يطلع ليها دلوقتي وتدبح هي واهلها واللي بيعرفوا اهلها. يلا بلاش عرب خيانه. يا النساء يا النساء، انت يا زفت يا سنبل. ايوه. روح قول للهواني من اللي قاعدين في الحرام لك اكل وشرب على قفايا، اللي ما خرجوش يستقبلوني في الكوريدور ويترموا عليا ويبوسوا في لبسي، بكره الصبح هتتقطع رجليهم وتتعلق على باب القصر. وروح للسلطان هيام، والله السلطان المعظم جايلك بعد 10 دقايق، خليها تظبط اللازم. يا ملت بختك يا هيام، يا حظك الاسود يا هيام. هيام كثارة الحب تبكي؟ ايه ما تعشتيش ولا ايه؟ مالك؟ ما فيش يا مولاي. لا 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 اكيد فيه يا هيام، لازم تتاكدي ان انت دونا عن ال 84 ست اللي انا متجوزهم، انت سبيشال كيس. بجد يا مولانا انا سبيشال كيس؟ شور، انت عندك امكانيات يا بنتي خطيره جدا، اوبشنز خطير. انت حنينه كمان يا هيام، انا لما بنام على صدرك يا هيام بحس ان انا نايم على سرير بدورين. قولي لي ليه البكا؟ امك يا مولانا. امك يا مولاي؟ اسمها امك؟ ما علينا، مالها امي؟ امك يا مولاي بتتعمد كل يوم الصبح تتاخر في الحمام وتسيبني بره يا مولاي محصوره. محصوره؟ ايه المستوى ده؟ احنا في مراحيض عموميه هنا، ايه محصوره دي؟ وبعدين ما انت اللي بتستهبلي، انت سايبه ال 200 الف حمام اللي في القصر وجايه عند حمام امي. سليمان! امي تعمل هناك ايه؟ ابدا يا سلطانه، قاعد مع مراتي في اوضه النوم. قاعد مع مراتك في اوضه النوم بتعملوا ايه؟ ايه يا اتمنعت اليومين دول ولا ايه؟ اتمنع ايه يا ولد؟ ان الراجل يقعد مع مراته في اوضه النوم؟ لا، بس هيام دي بالذات انا قرشه ملحتها ما بتنزلش منظار. بقول لك ايه يا ام السلطان، اقعدي يا اختي افري واهلي كده في نفسك على طول، انا يا اختي في الاوبشن مش تجميع محلي. يا واد انت يا فابريكا يا حلم. هيام ما تنسيش انها السلطانه الام. بقول لك ايه يا سليمان، اسكت انت ما تتدخلش. حاضر. انت قاعده هناك وبترضحي لي يا بنت انتي؟ يا امي مش للدرجه دي، لو تكرمتي اهدي شويه. اخرس. حاضر. انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ يا معصعصه يا خنفاسه يا قرده يا منسنسه. بقول لك ايه يا حبيبتي، ما يغركيش يا اختي عينيا زرقاء دول ولا شعري الاصفر، انا يا عينيا خالصه ومخلصه ودارسه ومدرسه. بعدين انت واقف معاكوا ترميسه ولا ايه؟ ما تلموها بقى. وديني لانا مربياكي. تربي مين يا اختي؟ حلوه. اديها يا امي، اديها اديها بالشمشم. ايوه ما تضربي بالشمشم اللي انت مسكاته، انت مزغرتي ليه يا بنت الهبل؟ ايه ده ايه ده؟ اديها بضهرها، امي عندها دس. عندي دس. يلا اديها اديها. جيلو جيلو ثانية يا بنت، جيلو يا ابني جيلو. الدش 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 قطع. خلاص يا عطية، خلصت على الجهاز اللي دادي جايبه لي كله. دادي؟ دادي مين ده يا بنت؟ بابي. برعي برعي المنجد بقى اسمه دادي يا بنت المنجدة. بقول لك يا بنت صمت تام، جري حالا تروح تجيبي لي الواد بتاع الدش. حاضر حاضر. خلاصي اهو جه اهو اهمد بقى. خلاصي. مساء الخير، ده منزل الاستاذ عطيه ابو الضلوع. اه انت بتاع الدش؟ اسمها بتاع الدش، اسمها انا المهندس فني الكترونيات. طب خش يا باشمهندس الكترونيات قول له الكلام ده جوه. حاضر يا فندم. مساء الخير. مساء الخير. لا لا مؤاخذه، سوري انا اسف. انا اسف سامحني اصلا. مساء الزفت والقطران عليك. انا اسف يا حاج، انا اسف. انت بتاع الدش؟ ايوه يا فندم، انا مهندس فني الكترونيات تحت امرك. ولا انا اسف. ولا ايه في ايه يا فندم؟ عارف لو ما ظبطتش الدش ده انا هعمل فيك ايه؟ لا تقعد شوف شغل كده. مش هضربك بايدي ديه. لا بلاش دي، بلاش. عشان دي ضربت العظلاء. العظماء. اندرتيكر وهوجن. هو في ايه؟ انا هضربك بايه بقى؟ اه
صاعق الناموس. صاعق ناموس؟ ايه ده محاشره؟ هو ابوكي ماله؟ مجنون ولا ايه؟ اهلا جوز حضرتك. ليه عملوه ده؟ انت صباع من صوابعه. امرني يا فندم. انت شكلك مستبزني. اه مستبزك ليه يا عم؟ انا لسه انا جاي اصلح لك الدش. شكلك مستبزك. فين بطاقتك يا بطاقتي؟ ليه حضرتك وانا على المحور؟ ايه موضوع بطاقتي ده؟ اديله البطاقه. اتفضل يا حبيب بطاقه. اتفضل يا فندم. ما تقلقش كله هيبقى زي الفل. تصدق شكلي اديتها للجنه وما ادوهانيش تاني. معلش 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 معلش. بطاقتك فين؟ ما انا بدور عليها حضرتك. اصل انا اتفاجئت، انا جاي اصلح مش جاي اطلع لجنه ولا اقدم في التجنيد. خلي موضوع البطاقه ده بعدين، سيبني اصلح لك المصلحه. اوكي. انت اسمك ايه؟ ايه اسمك ايه؟ مش مشكله اسمي، خليني انا. اعرفني بشغلي، اعرفني بشغلي. ايه اللي هربان منك؟ ايه اللي مضايقك؟ ايه اللي مضايقك؟ ايه قناة الساموراي؟ ساموراي ايه ده؟ انا عندي شوية قنوات بتنزل شغل احلى من اللي في الساموراي. لا قناة الساموراي بقالها 3 ايام بتقطع، والنهارده قطعت. اسمع كلامي بس. اسمع كلامي. انا هجيب لك قنوات بتجيب شغل احلى من الساموراي. ايوه العظماء الستة. ستة؟ ايوه. العظماء ستة ايه يا ابني؟ العظماء السبعة. ما الزعيم بتاعهم مات من شهر. انت مش متابع، شكلك مش متابع. انا هدلعك. سبعاوي مات. ايوه هو يعرف السبعاوي؟ سبعاوي مين؟ ده انا بهجس معاك يا اخ. واحد الله واحد السماوي مات. هو قريبه يا مدام؟ قريبه. طب خلاص لو سمحتوا، عايز ريموت التلفزيون عشان ابدا اشتغل. هتلاقيه هنا ولا هنا؟ ادور عليه، انا بشتغل عندكم مش بيتكم. الريموت فين يا عم؟ ما تهدى بقى وترتنا. دور على الريموت. انا ادور ليه وانا مالي ومش بيتك؟ اجري دور على الريموت. يلا هو طبيعي ولا هو اللي مش انتوا؟ انتوا شكلكم انتوا اللي ادور عليه فين؟ دور عليه هنا. حاضر انا بشتغل عندكم. ودور انت كمان هنا. خد ايه اللي حضرتك؟ ما في ممكن تقول لو سمحت. انا اقوم. اصلك واخد نص الشقه فممكن يكون موجود. أول. ما بقومش انا اسف. انا اسف. اعتمد على نفسك. استنى اعتمد على نفسك. لف لف يا نهار ازرق ومنير. طب حضرتك طب بسيطه، انا ممكن انزل اجيب 12 ريموت واجي لك على طول. لا ليه ليه انت مش واثق فيا؟ بطاقتي بطاقتي معاك اهي. بطاقتي معاك اهي. لو مش واثق فيا انا شاكه ان هو اللي خد الريموت اصلا. ده نقاش. ده انت نقاش. ايوه في ايه نقاش؟ بس هوايتي الاساسيه واللي ناجح فيها الالكترونيات، ما فيهاش حاجه يا جماعه. ولا ايه ولا انا الريموت ده بالذات لازم تجيبه لي. عارف ليه؟ ليه؟ هو ايه الموضوع؟ خير يا فندم؟ انا كان عيد ميلادي الاسبوع اللي فات. كل سنه وحضرتك طيب. وماما الله يرحمها جابتولي هديه قبل ما تموت الاسبوع اللي فات. امك ماتت الاسبوع اللي فات وبتتفرج على التلفزيون؟ ده انت البعيد ما عندكش دم. والله الراجل ده ما عنده دم. خلاص واحد الله. طب اعمل ايه؟ انزل اجيب لك ريموت واجي يا فندم. لا انا عايز الريموت ده. طب هو بتاعي، انتوا اصحاب الشقه مش انا. الريموت ده بصي الواد ده انا شكلي فيه. شكك فيه ايه؟ وانا كمان شكه فيك ان انت اللي خدت الريموت. لا تبان عليكوا هي مجنونه وانا وقعت فيك. واحد الله واحد الله. تعالى بس ما تلبش. هو بيعمل بيوطي فجاه في وشي ليه كده؟ تعالى استنى. ايه ولا. ايه ده؟ ما الريموت اهو يا هوب يا هوب. الريموت اهو. خد يلا الريموت اهو. اهرب اهرب وحياه امك وهسيبك. بطاقتك معايا. الريموت 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 الريموت. تعالى. الحمد لله الحمد لله. ما فيش حد شافني وانا داخل العمارة. انا هعمل ايه يا رب في المصيبة دي؟ يا نهار اسود. مين مين؟ الو فين الريموت؟ هجيبك. الله يخرب بيتك الله يخرب بيتك. وادي التليفون وادي التليفون. اعمل ايه يا رب في المصيبة دي؟ الراجل ده شكله مش هيسيبني في حالي. يخرب بيتك. مين؟ الباشمهندس كريم النقاش. ازيك يا خالد؟ ازيك؟ ايه ده؟ مال لونك مخطوف كده ليه؟ بقول لك ايه، ما تقرفنيش. ازيك وماما عامله ايه؟ كويسه؟ انتهينا ولا لوني ولا زفت؟ قول لي لونك مخطوف كده ليه؟ يا سيدي انا مخطوف ولا حاجه خالد؟ ما تقرفنيش بقى. لا والنبي تقول لي. عليه الصلاه والسلام. انا فورت يا خالد وقررت اهرب. ايه ده؟ انت كمان؟ اه. وفي حد تاني هرب؟ انا كمان هربان. هربان ليه؟ من الاكتئاب. انت لسه عندك الاكتئاب؟ ما تجمد بقى يا خالد شويه بقى، عيب يبقى جاري كده. اجمد بقى. مش انا لوحدي اللي هربان، ده كل العماره هربانين. تكلم بجد؟ اعتنيني بقول مفيش حس في العماره. مين هرب يا خالد؟ عارف انت ماجده اللي في الدور الاول؟ اه. هربانه. هربت ليه يا خالد؟ بس مش كلها هربانه. مش كلها دماغها هربانة. بس اللي هربانه منها. ومين تاني؟ طنط سوسن اللي في الدور الاخير هربت برضه؟ ايوه. الله انت عارف كل الستات اللي هربت؟ مفيش راجل اخباره عندك؟ ما تجمد يلا وتقعد مع الرجاله بقى. بقول لك ايه، انا جات لي فكره حلوه قوي. ايه؟ تيجي نهرب مع بعض؟ وربنا ما هرب معاك. عايز حاجه تاني؟ ليه كده؟ كده والله ما هرب. اذا كان انا مش طايق الناس كن معاك في عماره واحده من رغيك ورزالتك. والنبي اهرب معايا. اهرب مش معاك. ههرب معاك. ما تقرفنيش بقى بدل ما اعورك. يوه ايه ده عيل الرزق ده؟ هو ده وقته؟ دماغي وجعاني وودني كمان وجعاني مش عارف ارد. طب ايه ارد لك انا؟ لا لا هفتح السبيكر. الو فين الرب؟ تعطيه
عطيه مين؟ وربنا عطيه. ده عايزك انت. مش هبقى ارمي التليفون، ارمي التليفون. ايه ده؟ ارمي التليفون. روح استخبى عند امك. اسكت انت. طب هكلمه يمكن عايزك ولا لا؟ مش عايز، انا مش يا عايز. يا كريم تعالى هنا انا بقول لك. ابعد يا خالد. يا كريم. سبحانك يا رب في حكمتك. فجأة قرر اهرب من بيتي ومن دنيتي اللي انا بحبها. واهرب عشان ايه؟ يا ريت عشان حاجة مهمة، حاجة تافهة، ريموت، ريموت. اسيب السطوح اللي اتربيت فيه وكبرت فيه. اسيب الدشات اللي كنت بلعب فيها رايح جاي وانا صغير. الدش دوت بتاع انكل عبد الحميد اللي في الدور التاني. انا عارفه، ركبته معاه. بس كان راجل رخم، انا بوظهولي. يلا. العرب ساتي الجميل. لكل العمارة فرحت لما ركب. بس خلاص بقى انا ههرب وهم يقعدوا يتفرجوا، ان شاء الله على انهم يتفرجوا على حاجة. بس. انا هبوظ كل الدشات. ممشيش انا وهم يطلعوا يتهنوا بالسطوح اهو كله غلط. يلا يلا. والتكعيبه اللي انا عاملها بايدي كل ده ريموت يضيعه. يا رب يا رب. ايه ده ابويا؟ ادعي لي يابا، ادعي لي يا امي، ادعوا لي في رحله الهروب الكبيره اللي هبداها. ما شاء الله عليك ابويا. بص ابويا كان برنس ازاي وقمر، وامي وشها زي القمر. بس شكلها كانت بتشتغل عنده في الاول لانه المستوى فيه طف فرق كبير. بس ام ابويا هعمل ايه؟ والنبي تدعوا لي. يا نهار اسود، انا فجاه قررت اهرب. طب اهرب اروح فين؟ ارض الله كبيره قوي، دي لازم خطه. انا اول هروب ليا في الشقه اللي تحتينا عند عمتي، اقعد لي بتاع شهرين يهدوا عليا شويه. بعد كده رحله الهروب الطويل شويه في الشارع اللي ورانا، اقعد لي سنه يكونوا نسيوني. بعد كده اجي اختفي هنا بقيت عمري. هي دي خطتي بامر الله. رايح بقى عشان شكل الرحلة هتتعبني شوية. هو فين؟ هو ايه؟ مش عارف، احنا بقالنا 3 سنين بنسالها هو فين لحد ما نسيت احنا بنسالها عن ايه. كلام قصاها يبهدلنا، ده ممكن يموتنا. لا بس في سؤال ممكن يخليها تجاوب. ايه هو؟ هو فين؟ هو مين؟ هو فين؟ هو ليه؟ هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ بتاعتي مضايقاني قوي، مش عارف ابرق. اعترفت سونسون؟ يعني ايه؟ ما اعترفتش. طبعا، وهتعترف ازاي؟ ما انا معايا 2 نسوان، لو معايا رجاله كانت تعترف، لكن انتوا بقالكوا 3 سنين بتستجوبوها. طبعا، هتقعدوا تقولي بقى 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 اوف بقى. هات. عارف انا بسكر اوفر كده ليه؟ عشان اغيب عن الوعي. رميتوا التلفزيون فين يا بت؟ وديتي الريموت فين يا بت؟ اه صحيح، ما انت في بلاستر، هتتكلمي ازاي؟ طبعا طبعا، ما انا معايا جزء اخبيه بتستجوبوها وحاطين لها بلاستر. يا جدعان عيب يا جدعان، يا جدعان راوني بقى، ده انا بدفع فلوس ومهدد نفسي في الاخطار اللي في البحار وقرصان ونيل. الله يخ... ماشي ماشي، وديتي الريموت فين يا بت؟ اكلمك اهي، ادي حجتك اهي. فين الريموت؟ ما خلاص تستهبل، مش بتلك الزفت. فين يا بنت ريموت؟ في الليفينج. فين؟ في الليفينج. تقول لك في الليفينج. فين في الليفينج؟ تحت الكليم عند الليب. الكليم؟ عند الليب. عند الليب. انت جبتها منين دي؟ الحلوه منين؟ من سافت. في حاجه؟ اجدع ناس سافت وناس سافت. ثانيه واحد. ما يعني شلت البلاستر، قالت في الليفينج، مش محتاجة مجهود، صح؟ أنا في حاجة كده نفسي أعملها وأنتوا حسيتوها، خايفين، أنتوا خايفين، صح؟ معلش معلش. سكوا مرنس. ما بفهمش كلام. أي إيه الأوفر ده؟ أنا ضربت بصاروخ، إيه يا عم ده؟ معلش مش هتفرق. بقى أهد، ولا أقول لك سلامت. قتلتهم كلهم. لبست الركالة. اسم الله عليك. يا قمر. الله يخليهم لك. اتكل على الصبر وانا اروقك. ايه ده ايه ده؟ ده انت فهمتيني غلط خالص، ده انت طلعتي مراهقة.
انا راجل ما بركزش في شهواتي، انا عايز الريموت وخلاص. فين الريموت؟ لا فيك. يا لهوي يا لهوي يا فضحتي. بري يا بنت، وانا اختصمك بقول لك هقتلك. عارفه ليه؟ عشان اتفرج بالريموت لوحدي في الليفينج. اي بقول لك ايه، بقول لك ايه يا بنت، الريموت الصغير بتاع الدش معاك؟ اه اوكي. والله بشكل قوي. هات هات بق، انا مش لسه ضربك طلقتين، انت هتستظرف. مساء الخير ابو جمانه. ايه ده؟ انا رجلي الخشب منمله ليه كده؟ في الليفنج تحت الكليم عن جلاب، في الليفنج تحت الكليم عن جلاب، في الليفنج تحت الكليم عن جلاب، في الليفنج تحت الكليم عن جلاب. يا اخويا بطل السبيرتو اللي بتشربه ده، هيتموت. هيموت يا فوزي. الريموت يا فوزي بتاع ماما، لازم اجيب الريموت بتاع ماما، لازم اجيب ريموت ماما. وبتاع الباب. مساء الخير، انا ممكن اسال حضرتك شويه اسئله؟ معلش خديني على قد عشان انا هتجنن، خديني على قد عقلي. انت عندك سجاده؟ عندك سجاده في البيت؟ لا عندي كليم. عندك ايه؟ كليم. قوليها بصوت عالي. عندي كليم. وعندك ايه من الاجهزه والالكترونيات خاصه بيكي؟ ده سؤال برضو؟ اه. عندي لاب. هو ده، الكليم واللاب. تعالي قفشتها لك يا اللي قاعد. انت بتشرب ايه؟ ثلاث خمسات يا هايب. اسمع اللي هقوله لك. انا نمت شويه وربنا كرمني، شفت المنام طلع كل الحقيقه. شفت ان احنا كلنا ببحر، وناس لابسه لبس غريب، ومش عارف من الناس دي كلها الا الوليه دي. بقول لها فين الريموت؟ كنت انا لابس برضو لبس زيها زي اللي في البحر. قالت لي الريموت تحت الكليم عند اللاب. تحت الكليم عندي ايه؟ عند اللاب. بس تعالي نمشي ورا بعض بقى. فين الكليم؟ ادي الكليم. تعالي هنا، تعالي وليه هنا. فين اللاب بتاعك؟ فين اللاب؟ ادي اللاب. فين؟ ايوه وادي الكليم. طب نقلب كده. قلبي. الله اكبر، الريموت، الريموت، الريموت بتاع امك اهو. يا اهبل يا اهبل، امسك. الله يخرب بيوتكم، اوعى يحصل لك حاجه في التلفزيون وتبعت لي تاني. خد ايدي مني. خد ايدي. خد في خلقتك. خد ايدي مني. قرف. اوعي. يلا يا نبي. يلا. خد ايدي. انت بتخونيني يا بنت. نبي يا اخي، عشان تبطل تتفرج على قنوات المصارعه دي وتقعد معايا شويه. انت مالك؟ انت مالك تاخدي ريموت ماما ليه؟ تاخدي ريموت ماما ليه؟ بقول لك ايه؟ انا هطلعك بالثلاثه، عايز اتفرج على الريموت لوحدي. امشي امشي. تعالي لي يا ماما، تعالي لي يا ماما حبيبتي. الحمد لله ماما جابت لي ريموت. الله يرحمك يا ماما، الله يرحمك. We'll be right back.
عمور. شيرين رفيقتي من زمان كتير وإحنا صغار بيبي هالقد، وكمان خطيبة تخيج عنسية ومعه مصاري كتير كتير كتير. شو يعني مليونير؟ حبيبي أنت بتاخد العقل، أحلى شي بحياتي وفي عيوني أنت. لكن قوليلي مين بده يدفع حساب الغدا؟ أنا على الحميد المجيد. أكيد خطيبة لصاحبتي شيرين. أوبس. شو صار؟ الهيئة في فرد فقعي، دايما حرشتيني دايما حرشتيني. هيدا الدكتور الحمار كل مرة بيقول له ما تنفخن هالقد ما تنفخن على القد، بيقول لي لا 2.8 أحلى بيصير مثل الفور ويل، هن لازم 2.1 وأنا مع الحرب فقع بفقع. دخيلك. هاي شيرين أصحابك دول هيطلعوا مريشين ولا أونت؟ أنا ما بقعدش غير مع الأغنياء وبس. حبيبي ما تقيم الناس حسب غناهم، قيمهم على اخلاقهم. ولا اخلاق ولا بتاع، انا بقيم بالعربيات، اقل من بورش ما بقعدش. انت مش شايفه الكابروليه اللي انا جاي بيها؟ انت عارفه انا دافع فيها كام؟ اوف صرت عارفه، قلت لي اياها 500 مره. لك حبيبي روبر رفيقتي من عيله كتير كبيره. هاي هاي هاي، بس اكيد مش اغنى من عيلتي. انا ماشي، عمرك شفت حد فيه شنطه فلوس وراه؟ دي مليانه ما شاء الله. هاتي يا بنت هاتي هاتي، انت يا ابني رج الفلوس لا تعرق في الشنطه، تعالى ما نشوف صحابي. هاي بونجور. هاي حياتي كيفك؟ سبا الحمد لله. هاي كيفك؟ هاي بحب اعرفكم، هيدا عمر خطيبه وهيدا تامر خطيبه لشيرين. ما فيني خبرك يعني رجل اعمال كتير مهم بمصر وهلا عايش هون ببيروت. وغني غني موت. وغني غني موت وكتير مهضوم. اهلين، نايس تو ميت يو مستر تامر. اهلا حبيبي، اهلا اهلا اهلا. طبعا عمر ما فيني خبرك انه استاذ تامر من عائله كتير مرتبه، بحب اللبنانيه كتير وبقدر مواهبهم كتير كتير كتير. اهلا حبيبي، اهلا شرفنا. اهلا وسهلا. ايه ده سبحان الله، لو سمحت يا اخ ممكن تقفل وتفتح؟ لو سمحت هفهمك، اقفل وافتح على طول. وريني وريني، يلا يلا. هو يخرب بيتك عمر عجرم، اخبارك ايه؟ يا خبر تامر حمدي السبرسجي، يخرب بيتك وينك يا راجل. ايه يا معلم السبرسجي ايه؟ انت لسه فاكر؟ انسى بقى الكلام الفاضي ده. انا دلوقتي تقدر تقول عليا من اغنى اغنياء الكون، من اكبر العائلات. شو عائلة هيدي؟ اوطى عائلة بمصر. شو اخبار اخوك النشال؟ سيد محبوس بس هيخرج ان شاء الله. انت اخبارك ايه واخبار عيلتك؟ لسه معفنين وبكح تراب من الفقر ولا عاملين ايه؟ معفن؟ شو معفن؟ انا دكتور. يا راجل دكتور ايه وانت لاقي تاكل؟ بقول لك انا بقيت اغنى واحد في الكون. اهلا اهلا اهلا. الله يزيدك. الله يخليك. شو اخبار الحاجه؟ خرجت من السجن حبيبي؟ حاجه ايه وبتاع ايه؟ هقوم لك تاني يعني، ما انا كنت لسه عندك. تعالى. ايه حاجة في ايه وبتاع ايه وسجن ايه؟ انسى بقى انسى، الموضوع اختلف. تقدر تقول انت محتاج فلوس، عايز اي اؤمر فلوس فلوس يا ابني فلوس فلوس، عشان بس الموضوع بالنسبة لك يبقى مش عارفهم كام. خدي احنا تشرفنا يا انس. هيدي لإلي؟ طبعا. ميرسي شيرين. اهلا 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 يا شيرين. مش معقول احلى حاجة حصلت النهاردة، عمر ده صديق عمري فوق ال 15 سنة. الله يديم المصاري، قصدي الله يديم المحبة. صدقيني يا بودي تامر من أوفى الأصدقاء اللي ممكن تتقابليهم في حياتك. حبيبي حبيبي، على فكرة احنا لازم نخرج كتير. رش أنا سلمت كتير. رش رش سكتي ايدين الناس، معرفش غسلينها ولا لأ، حاجة صعبة قوي. ما بشوفش حاجة ليه يا متر؟ متر اهلا اهلا، نور يا عمور. اهلا وسهلا فيك مسيو تامر. اهلا اهلا، عن جد بيروت نورت كتير. منوره باهلها. اهلا يعني هات هات كل اللي عندك وخد بقشيش زي ما انت عاوز انت وزمايلك، بس مبدئيا نزل لنا 40 ايس كريم عشان الجو حر قوي. يلا باي 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 يا جماعه، احنا لازم كلنا كده. اتشرف ان انا اعزمكم النهارده على العشاء في اغلى مطعم، لان فعلا انتوا مش متخيلين انا غني ازاي. شكلك بتحب الفلوس. ابدا فعلا. طب هاتي لنا دي تومي. نعم اوكي. بهزر بهزر. انا كمان. هاي شيرين. هاي عمر. الو كيفك؟ ماشي الحال. المفروض يقول منيح كلبناني يعني، ولا هو بيحب مصر؟ كتير بحبها لمصر طبعا. عمر ايه منيلة ايه؟ لا اساسا ولد كلب ولا عمري شفته في حياتي، وعيلته نصابين وسيرة انا مش عايز اتكلم فيها في الوقت اللطيف ده. بس انا خايف يعني تكون انتي متضايقه اني خرجت معايا عشان شيرين انتينك وكده. شو شيرين انتيني؟ يا بحياتك قلت انتيني شيرين؟ انا ما بحبها اساسا، حاسه كثير بتغار مني ولئيمه لئيمه لئيمه يعني. سوري اذا عم تحكي عنها هيك هلا. لا 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 تحكي ده، انت تحكي زي ما انت عايزه، دي شخصيه زباله اصلا وانا ما كنتش طايقها وشكلها نصابه من الاخر. بوبي
انا من يوم ما شفتك يا بني مش شايف حد في الكون، صدقيني كل فلوسي وثروتي وفيلاتي وبيسيناتي، هقول لك كل حياتي بيتي. عن جد؟ عن جد؟ طبعا عن جد. انا ممكن اتجوزك دلوقتي حالا في البسين ده. يا الله، طب انت يعني ما راح تفكر بالناس وكلام الناس وعوا على المشرين؟ بص في الناس، في الناس ايه؟ هو في ناس غيرنا في الكره الارضيه؟ تحسي الموقف اللي انت فيه ده انا مليهولك في 10 ايام. كتير مبسوطه كتير. الحمد لله يا حبيبي. انت مش جعانه صحيح؟ انت عارفه كتير جعانه كتير. معقوله؟ وليد ذوق يا بابا. ضفدع بشري جايب لك العشاء، ايه رايك؟ كتير رومانسيك. شفت عز قبل كده؟ اه. فين الشوربه؟ انت مستهبس، روح هات الشوربه. معقول؟ شوربه يا بموت عليها نقول. بسم الله بسم الله بسم الله. طب بما ان يعني احنا عايشين في ارض كتير ومنسيين. اه كتير حلو. اه انا حابب اقول لك سر كتير حلو. قولي. انبسط فيه كتير. قولي. تعرف ان انا مستحيل ده؟ تتكلمي بجد؟ مش هتبقى بجد. مين واخده بطولات سباحه مثلا؟ عندي عوامتين بنتيكم اربع مرات في السنه. طب خلاص، هو انت بتتكلمي على الجبل؟ ده احنا في السنين، ده احنا في السنين. بوبي 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 اطلعي خلاص، نفسك يا ماما، ده انت غطاسه رهيبه. بوبي البيت ماتت ولا ايه؟ يا وليد حجز انت من هنا وانا هشوف من هنا. وين ده عم ابراهيم بسرعه هو واولادي ينطوا في البسين يدوروا على البيت. بوبي اتحرقي بقى، انا جعان. هتعطيه رياضه ولا انت تسيبك منها. هاي هاي، هاو ار يو؟ فاين. منورين منورين. طبعا انتوا حاطين في دماغكم بلاوي، ها؟ وقلتوا في ليله امانيا؟ لا لا، النهارده لا. انا هضطر احبطكم للاسف واقول لكم الخبر اللي بالنسبة لكم هيبقى قطع عيش للأمانة. يعني النهاردة آخر ليلة بالنسبة لي في العزوبة، بكرة إن شاء الله هتجوز. هتجوز ست مش عايز أتكلم عليها كتير، بنت بيت، بنت أصل، متربية، هتنسيني كل التفاهة وكل السفالة اللي أنا عشتها في حياتي اللي أنتم منها طبعا. هبتدي أكون رجل محترم، وبالتالي هكون في بيتي محترم، بيتي هيبقى ليه تقاليد، ما عنديش زيارات، مش عايز حد فيكم يتكلم في تليفون، لان اصلا مش هيبقى في تليفون في البيت. هو تليفون واحد من 9 لـ10 وللمقربين قوي، فيا ريت ما تخربوش نفسكم. مفيش زيارات لاهل مراتي حتى، مش ليكم. بيتي هيبقى بيت قديم. انا كنت عايش معاكم حياه عصريه، بس اكيد هتسمعوا عني بعد جوازي بفتره انا عامل ايه في بيتي. هضطر اطردكم، انا اسف. يلا جو اوت. يلا بره 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 بره. كل الثور اللي عندكم تتحرق. يلا يا بنت انت، يلا قومي. قاعده ليه؟ ما كلهم خرجوا، ده انت رخم قوي. يلا في داهيه. بيت كده ينضف، يبقى في ست وفي راجل، ومش راجل عادي، سيد الرجاله. توكلنا على الله. الى الجواز. انا يعني مش هبقى قاسي للدرجه دي، هحبها، بس الاصول اصول. هتشوفوا الاصول اللي بيحكوا عليها في الكتب. يا بوبي، والله والله يا بوبي وانت معايا بحس ان الدنيا كلها بتضحك عليا. حياتي بس مش عاجباني بوبي، خسانه وهفتانه وعدمانه. ايه معك حق حبيبي، انا بغير المقاس 4 مرات في السنه مع كل فصل يسشي. هتوحشيني حياتي. وانت كمان يا روحي. بعد مره. باي. بوبي، ومين ده يا بوبي؟ ها؟ مين الأخ اللي كان نازل وودعتيه وبوس وكده؟ هذا الكوزين تبعولي. يعني إيه كوزين؟ ابن خالتي سهيل. سهيل، بس سبحان الله لا شفته لا فرح ولا تعرفنا على بعض يعني. إيه، ما إنه كان بأستراليا وهلأ رجع، بس مخانق مع مرته، عنده مشكل كتير كبير، كنت عم حل المشكل. طبعًا. طب بس بذمتك حد يحل المشكل؟ الساعة 4 الصبح. شباك تامر شباك. لا مفيش حاجة، أنا بتناقش معاك. بدك تخنقني شي؟ لا أخنقنك شي ليه؟ ده أنا أعمل لك بطيخ، إحنا بنتكلم عادي. إيه سهيل؟ سلمي لي على الجيتار. ايه حبيبي، اعمل لي ميس كول بليز وقت توصل على البيت. بيزو بيزو.
دلعوا بيزو غير سهير؟ انا مش فاهم، عايز افهم الراجل اللي كان في بيتي. تاكلي بطيخ؟ شو بيك؟ ولا بيك ولا زفت. شو بتخبل؟ شو بتهبل؟ وانا يا دلي يا دلي على هالغرفه، وانا يا دلي يا دلي على هالدرج، نطت نطيت شو هالمسحه، وانا هيدي جوزك؟ ايه يا دلي يا دلي يا دلي، يلا حبيبي رح اشتاق لك كتير كتير. وانا كمان. لا مش حنبوس، حنبوس هالباب يا دلي يا دلي على هالباب. بوبي، ممكن اعرف مين الافندي اللي بيلحس الابواب ده في بيتي؟ هيدا كوزينتي. وانت ليكي كم كوزينتك؟ في كوزين اولاني وكوزين تاني. كوزين الاولاني ابن خالتي، هيدا كوزين التاني ابن عمتك. وابن عمتك بيعمل ايه في بيتي في الفجر؟ تعمل شبك؟ بدي اعطيك لسه يعني باسماء كوزين تاتي؟ حبيبتي انت بتتعصبي ليه؟ ده انا بفتح كلام معاكي بندردش. كان عنده مشكل مع امي، عم بحل له المشكل، ما في شيء. يا حبيبتي انت وكوزنتاتك على راسي من فوق، وربنا يخليك وتحلي مشاكل اهلي، ما في شيء بقى كده. قوم اعمل لي ليموناد. حاضر حاضر. ثلاث معالق سكر. عيوني لسه قاعد معاكي حالا، جاهز في الثلاجه. تعالي ندردش. لا شيء تعسيم. ايه سهيب، وقت ما توصل على البيت بليز اعطيني مسكون. اوكي حبيبي. بيزو 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 بيزو. انا كده عرفت انت بتعز سهيب اكتر من سهيل، لان سهيل اللي فات قلت له 3 بيزو، ده قلت له 5 بيزو. انا بحب بيزو مع اني مش عارفها، بس قشطه يعني. فرفشي بقى كده فرفشي. انت بتبرقيني كده لان اقوم اعمل لمو. امي كثير انبسطت فيك اليوم. والله حبيبه قلبي مرسي مرسي كتير انك اجيت، ان شاء الله رح نتكرر. اكيد اكيد، والله مشتاقين كتير. بعرف انا كتير مشتاقة. يلا باي باي. باي باي حبيبتي. باي باي حبيبتي. باي باي. بوبي. نعم. شو شو في؟ بوبي بوبي بوبي، ما في عندك غير بوبي، دخيلك فوت نام. يطلع مين ده ان شاء الله؟ سهيل ولا عقيل ولا مين بالظبط؟ شهاب جوز خالتي. طب يا اختي اقفل الباب وتربسه، ولا في وفد جاي نستقبله؟ لا خلاص تربسه. حبيبتي انت وحشاني، انا متعصب لانك وحشاني. انت مديه كل وقتك لاهلك، افضيلي شويه. تامر عن جد كتير تعبانه، مش قادره احكي ولا كلمه. حبيبتي ما تقولي ان انت تعبانه، اخدك في الساحه يومين في اي حته واموري. ايه يا هانم ده؟ ايه اللي انا شايفه بعنايه ده؟ شوفي انت بتخونيني يا بت. شو بخونك؟ جنيت انت شيء؟ جنيت انت شيء؟ بتلعب المزرعه السعيده مع شاب غريب في وسط الليل وبالايباد اللي انا جايبه لك بفلوس يا خاينه؟ لا انت عن جد جنيت، انا شريف العشرف منك ومن اهلك كمان. من اهلي وبترمي الايباد؟ طب تعالي بقى، انا هرميكي في الشارع اللي جبتك منه واطيه. لا تعالي. دخيلك ما تمرمطنيش. ده انا همرمطك انت وال 30 راجل اللي بيجوا هنا دول. لا دخيلك. استني قبل ما تمشي، انت طالق طالق فاضل كام واحده كده؟ واحده. طالق يلا غوري بالسلامه. ما تمرمطنيش. قرف كانت خاينة. راجل طالع راجل نازل، مش مداني وجودهم، اللي مداني ان مفيش ولا نطع منهم وهو نازل قال لي مساء الخير حتى. استغفر الله العظيم يا رب. طلقت الولية اونطة. والله أحلى عيون رأي.
لك شوف بوبي ليك ليك يا بوبي مجنونة ليرة يخرب بيتك تقبرني هالعيون لك تخيل الله شو جمالك شو جمالك ارفض المشي الشمال دنهيتو وحشة ورجعي بوبي عشان وحشاني وحشة ارفض المشي الشمال دنهيتو وحشة ورجعي بوبي عشان وحشاني وحشة يا خينا يا بوبي يا وحشة يا بوبي يا خينا يا بوبي يا وحشة يا بوبي لما فضيت قيوبي فلقتي يا بوبي يا خينا يا بوبي يا عيب الشوم يا بوبي يا خينا يا بوبي يا بشعة يا بوبي لما فضيت قيوبي فلقتي النجم محمد هنيدي النهارده منورنا ونجاح ساحق لفيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. تقول ايه للجمهور اللي جوه كله؟ ميرسي الاول يا انجي. بقول طبعا للجمهور يعني كلنا اذا كنت انا او وائل احسان او الاستاذ يوسف معاطي او شركه الانتاج كلنا تعبنا على الفيلم دوت عشان خاطر الجمهور فرد الفعل الحمد لله الحمد لله. اول تعامل مع الكاتب يوسف معاطي هنشوفك قريب تاني معاه؟ الحقيقه للاسف يعني انه اول مره بس ان شاء الله بعد كده في اعمال باذن الله تكون مفاجاه باذن الله. محمد هنيدي النهارده بتفكر تعمل جزء تاني للفيلم بعد النجاح الكبير قوي اللي شفناه؟ والله احنا فكرنا في جزء تاني بس الحقيقه في فكره جديده طلعت وان شاء الله تنفذ قريب وهو نتحول لمسلسل باذن الله. مسلسل؟ ان شاء الله. اشمعنى؟ مسلسل هيديكي وقت او يدي الاستاذ يوسف معاطي براح يتكلم في مواضيع كتير في المجتمع فاهماني شخصيات اكتر وان شاء الله يبقى مفاجاه مش عايز احرقه. شعبان مبروك ابو العالمين حموده، اسم الفيلم طويل قوي. ما هو اسم طويل عشان بطل الفيلم قصير احنا بنقول للناس كده لكن هو اسم هو كان جريء شويه جربناه على الناس في ناس انبسطت وناس استغربت ولكن الناس استوعبته الحمد لله. عايزه اهنيك تهنئه خاصه مني ومن كل الجمهور اللي موجود بنقول لك الف مبروك على فيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. شكرا للنجم محمد هنيدي الحقيقه يا جماعه حقيقي جامد. شكرا ميرسي برافو. ومعانا كمان دلوقتي المخرج المخرج وائل احسان اتفضل. مبروك على الفيلم جدا. الله يبارك. طيب لو سألتك محمد هنيدي إيه اللي بيميزه عن بقية جيله؟ لا كل ممثل له مميزات ومميزات هنيدي كمان وشه البشوش. طيب عموما أنا بشكرك جدا جدا بجد على وجودك معانا النهاردة والعرض الخاص الخاص جدا لفيلم شعبان مبروك أبو العالمين حمودة. بشكر جدا المخرج وائل إحسان واستنونا أكيد وعروض خاصة تانية عروض خاصة جدا جدا والنهاردة كنا مع فيلم شعبان مبروك أبو العالمين حمودة. اهلا يا استاذ يوسف. ازي حضرتك؟ موجود يا فندم. الاستاذ يوسف معطي يا استاذ. يا جو ازيك يا حبيبي وحشني. التصوير ماشي تمام الحمد لله. ايه تتكلم بجد؟ دي فكره تحفه. عايز تعمل شعبان مبروك ابو العالمين حموده مسرح؟ الله عليك
وكده يا معلم ان عملناها ثلاثه، الفيلم والمسلسل والمسرح. انا موافق جدا، توكل على الله. اتفضل قدامي. ايه ده؟ ثانية بقى. ايوه يا استاذ يوسف. استاذ يوسف قفل. يوسف معاطي المتهم الاول. المتهم الاول؟ خير يا فندم، في ايه؟ احنا شرطة الاجزاء. شرطة ايه؟ الاجزاء. انا مش فاهم حاجة، يعني ايه شرطة اجزاء؟ بعدين اتفضل. اتفضل فين يا فندم؟ في ايه؟ امشي. ايه يا جودة اللي بيحصل؟ يا استاذ اقول لك محامي؟ تقومني محامي وانا حرامي فراخ يا جودة، كلم النقابة. امشي. ايه ده؟ يا فندم في ايه يا فندم؟ مش فاهم حاجة. بعدين امشي. يا نهار اسود يا جماعة، انا ممثل مش ارهابي. قدامي. امشي. ايه الاوفر ده يا فندم؟ انا ابتديت اخاف. انا قلت قدامي يعني قدامي. امشي. امشي اروح فين؟ ايه ده؟ لا سوري يا حضره الضابط، لو تكرمت انا بس مش فاهم انا هنا بعمل ايه، ايه المكان ده؟ اخرس، انت لسه شفت حاجه؟ قدامي. هشوف ليه يا فندم حاجه؟ انا راجل ممثل وليه نقابه، وبعدين انا ما غلطتش في التمثيل، كل اللي قلته انا الاستاذ شعبان مبروك ابو العالمين حمودي، يعني ما غلطتش في حد. وسالت قالوا لي ان هنا قسم الاجزاء، يعني ايه؟ قالوا لي بيقبضوا على الممثلين اللي بتعمل كذا جزء. ليه يا فندم؟ بعدين. لا مش بعدين، استاذ اسماعيل ياسين عمل اجزاء ما حدش كلمه. يا امشي. حاضر. انا مستغرب بصراحه، ايه ده استاذ صلاح السعداني صورته هنا ليه؟ ايه ده، انتوا قابضين عليه يا فندم؟ يا نهار اسود. استاذ صلاح سلامتك، انا عرفت، انا فهمت، يمكن عشان حضرتك عملت ليالي الحلميه ثلاث اجزاء. طب ما الاستاذ يحيى الفخراني كان معاك، ما بقبضوش عليه ليه؟ لازم نعمل مظاهره يا استاذ صلاح، ده موضوع عجيب. كان عامل ثلاث اجزاء اهو. بعدين انا بس بعدين. يعني بحاول افهم، انا مش مية. حاجه عجيبه بصراحه. ايه ده استاذ نور الشريف كمان؟ ايه ده يا نهار اسود؟ استاذ نور حضرتك ماسكينك ليه؟ فيلم حبيبي دايما كان جزء واحد. صح، يبقى عشان مسلسل الدالي عملته كذا جزء. احنا مش لازم نسكت يا استاذ نور بصراحه، ما يموتونا ما نمثلش بقى، صح ولا؟ انا عايز افهم بس، يعني الجهه اللي بنتعامل معاها دلوقتي تبع وزاره الداخليه ولا تبع معهد فنون مسرحيه؟ انت هتتجنن. بعدين هتتجنن يا فندم، حضرتك ما ينفعش كده، انا ليه محامي؟ طب حد يتصل باشرف عباقي. الله، لا كلموا لي اشرف عباقي يا جماعه. خش. ايه ده ارحموني. يا ساتر يا رب، انا مظلوم. ده مين ده؟ مظلوم ده الاستاذ محمود المليجي. بلي. لا انا مظلوم، انا بريء. عم حسن حسني. طبعا يا ريس، ما انت ما شاء الله عملت اجزاء كتير، لازم يقبضوا عليك. طب ولع النور. حاضر. يا خبر ابيض، الاستاذ غسان مطر. سلامتك يا استاذ غسان. انت مين؟ انت مش عارفني يا ريس؟ انا محمد هنيدي اللي عملت معاك فيلم امير البحار. الله، يبقى افتكرتني. محمد هنيدي وغلاوتك عندي انا اتروق. الف سلام. الف سلام عليك يا ريس، سلامتك. طب وجابينك ليه انت اللي عملت فيلم اجزاء ولا مسلسل اجزاء؟ جاي في ايه يا ريس؟ شياطين البحر. فيلم شياطين البحر بتاع زمان؟ ليه، ايه اللي حصل فيه؟ انا الكافتيريا. قضيه كافتيريا؟ قضيه كافتيريا. كنت اعزم الشباب اللي معايا الممثلين محمد عوض ويوسف فخر الدين وحسن يوسف. اسقيهم واطعميهم على حسابي. خدت بالك؟ وبعد كده خدت لوح شوكولاته بالبندق وأجوستين سبيرس. روقت نفسك يعني؟ روقتهم وروقت نفسي. طبعا. فطبعا قالوا لي ايه ده، دي اموال الدوله وانت ما دفعتش يا ريس؟ لا، ما حسبتش البوفيه. معلش يا ريس، يعني الحق حق بصراحة، الجماعة عندهم حق، يعني فيلم إنتاج الدولة ماشي، بس ما تقعدش أنت تعمل فيه أبو علي وتعزم محمد عوض. إزاي؟ ما أنا عزمتك أنت. أنت عزمتني، عملت معاك فيلم أمير البحار، ما جبتليش فنجان قهوة. يا راجل، أنا اللي طعميتك في القهوة. أنت طعميتي؟ لا سوري، مش قادر أتعاطف معاك يا عم غسان. أنا آسف. يا سجان هتعمل إيه؟ همشي وأسيبك، أنا اتخنقت، أنا فاكر مظلوم. يا راجل صلي على النبي. خدني من هنا وعمل لي فيها فييس قوي، ولا جبت لنا شاي في الفيلم. يلا يا راجل حرة، والله ما قاعد معاه. سلام عليكم يا عم. هنيدي، سلم لي على إلهام شهيد، قول لهم يرحموني. أهلاً الله يخليك. أهلاً وسهلاً. إزي حضرتك فندم؟ ربنا يخليك. اتفضل. شكراً يا فندم. لا والله،
اتفضل على كرسيك. لا ما يصحش يا فندم. لا لا ازاي؟ اتفضل اتفضل. متشكر متشكر. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. شكرا يا فندم. معلش انا اسف. تحت امرك. طلب اخوي. تحت امرك. بنتي بس صفاء. بتحب حضرتك قوي. يلا تحت امرك، ربنا يخليها ويحفظها ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا. شكرا. اتفضل. ميرسي جدا. العفو. اتفضل اقعد. والله يخليني اقعد. اتفضل اقعد. يعني. ايه ده؟ انه في يوم اسود واخضر على كل جاسوس متآمر تم مواجهة المتهم الثاني محمد هنيدي بالآتي. ايه علاقتك بشعبان؟ شعبان مين يا فندم؟ شعبان عبد الرحيم؟ هنستعبط هنستعبط من اولها يا فندم. مفيش استعباط ولا حاجة، بس يعني انا طول حياتي معرفتش واحد اسمه شعبان. اخ اخ منكم انتوا يا فنانين. اخ هتكدب عليا؟ عايز تفهمني انك ما تعرفش حد اسمه شعبان؟ خلاص فهمني حضرتك، لان واضح ان حضرتك عندك معلومات شخصية عني اكتر مني. طب يا سيدي، شعبان مبروك ابو العالمين حمودة، ولا اقول كمان؟ ايوه يا فندم، شعبان مبروك ابو العالمين حمودة، دي شخصية اتكتبت وانا مثلتها. ايه الموضوع يعني؟ بس كده ضابط ساذج. انا ساذج عشان اصدقك واكتب الكلام ده كله في المحضر. لا يا فندم العفو، انا ما قلتش كده، بس بصراحه يعني حضرتك مكبر الموضوع قوي، ده اوفر كده. ده يعني في ايه؟ انا مثلت شخصيه، ايه اللي حصل يا فندم؟ ولا حضرتك بتشتغلني بقى؟ اشتغلك ضابط فاضي وما عنديش شغل عشان اشتغلك. يا فندم العفو، انا ما قلتش كده ولا اقدر اقول كده، انا تحت امر حضرتك. ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ تقديمك للشخصيه دي فأكثر من عمل، فيلم، مسلسل، وبتسعاله في مسرحية. يا فندم حضرتك لازم تعرف ان ده مش قراري انا، في مؤلف وفي مخرج وفي منتج كده يعني. تقديمك لشخصية المدرس الفلاح القروي الساذج قاصد تهينه وتسخر منه في المجتمعات الغربية. لا والله يا فندم بالعكس، ما كانش كده خالص. تقديمك لأبناء الوزراء بأنهم مجانين عابسين لاهين، القصد منه خلخلة السلام الاجتماعي في المنطقة. يا نهار اسود ومنايل، ايه يا جماعة في ايه؟ انتوا مكبرين الدنيا ليه كده؟ لو سمحت يا فندم انا بطلب القبض على المؤلف والمخرج. لا يا حبيبي، الشيلة بقت كلها بتاعتك. الشيلة كلها بتاعتي؟ شيلة ايه؟ وانا اشيل شيلة ليه اصلا؟ وايه الموضوع؟ قريت جرايد بكرة؟ لا يا فندم. خد اقرا بقى. بص يوسف مهاتي كاتب ايه؟ كاتب ايه حضرتك؟ شعبان ابو العالمين حموده تاليف هنيدي، ووضعت اسمي مجامله. لا انا ما صدقش ان الاستاذ يوسف يقول كده. حلو ماشي. طب ايه بقى رايك في الفيديو ده؟ اللي انا بحبهم يعني. ايوه. ايه؟ هنيدي اتمسك؟ يعني انا بصراحه في الفتره الاخيره ما حبيتش اشتغل مع هنيدي شويه. يعني هو برضو تحس ان كده في تقل، في مشاكل يعني حاصله بينا وبينه. وبعدين الحمد لله يعني ان انا حتى رفضت الفيلم الاخير اللي هو بتاع شعبان رمضان مبروك ابو حموده ده، وقلت له يعني الفيلم مش مناسب معاه يعني. فالحمد لله يعني. بصراحه انا حتى كمان قابلت النجم محمد هنيدي وقلت له، حذرته كمان، قلت له اوعى اياك والاجزاء، لان الاجزاء ده شيء وحش جدا، ده ناقص كمان يطلع لي في الاذاعه، يعني مش ممكن فيلم ومسلسل. لا 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 لا، شيء بجد مؤسف جدا، وتهرينا على مدار السنين من ليالي الحلميه للداري لكده النساء. لا فكره بجد سيئه جدا، لازم خلاص تنتهي بقى، ادمت قوي. كفايه ولا نقول كمان؟ لا كفايه يا فندم، رغم اللي انا شفته وسمعته من الزملاء ده مش دليل قاطع للادانه. لا ارتهب ذكاء، بس انا عندي قفله في الموضوع. ايه رايك في البوستر ده؟ جبناه من قدام سينما مترو، تاليف محمد هنيدي، اخراج محمد هنيدي، انتاج. كفايه يا فندم كفايه، ارجوك كفايه. متشكر قوي. يمكن الحاجه الوحيده اللي حصلت في المحنه دي ان انا عرفت الزملاء كويس. متشكر جدا يا فندم. يا فندم انا بعترف لحضرتك ان انا صاحب كل الجرائم دي، وانا اللي انتجت والفت وعملت كل حاجه، وانا كنت ورا اصرار فكره ان احنا نعمل اجزاء. لحضرتك انا هشيل كل الموضوع،
وانا مع حضرتك ويا ريت تتكتب في محضر رسمي ان انا بعتزل التمثيل، لان انا ما يشرفنيش ان اشتغل مع زملاء يبعوني كده. ممكن اقعد مع نفسي شويه بعد اذن حضرتك؟ خد وقتك. شكرا. ده فظيع فظيع فظيع. مالك؟ ايه ده يا فندم؟ سوري. لا مفيش حاجه، انا عايز اروح بعد اذن حضرتك، انا واضح ان انا مجهد. شكرا على كل حاجه. شكرا يا فندم. شكرا، ربنا يخليك. فرصه سعيده يا فندم. شكرا. انا اسعد. الله يخليك. يا ريت بعد اذنك. تحت امرك. طلب اخوي. امر. بنتي صفاء بتحب تكتب الواجب بالقلم الاحمر. اتفضل يا فندم. اتفضل، ربنا يحفظها، اجيب لها كرتونه ان شاء الله. شكرا. العفو يا فندم. اختها ابتهال. اه. بتحب تكتب الواجب بالقلم الازرق. ربنا يحفظها يا فندم. شكرا. شكرا. بعد اذن حضرتك. شكرا. طب مفيش حاجه ليا؟ حاجه زي ايه؟ تذكار يعني حضرتك؟ يا ريت. تحت امر حضرتك، بس تصدق ده راجل محترم. انا هديك حاجه غاليه عليا جدا. لا. لا يا فندم والله، والله لا تلبسها، ارجوك. ارجوك. شكرا جدا. شكرا. سلام عليكم. قلبي حاسس انه بريء. شعبان مبروك شعبان مبروك، هو ما فيش غير شعبان مبروك شعبان مبروك، يعني ما فيش غير شعبان مبروك شعبان مبروك. شعبان زيه ما هتلاقوا ابدا في شعبان، زيه ما هتلاقوا ابدا في جمال اخلاقه. استاذ علامه ولاؤه يابا للغه العربيه والاخلاق الحقيقيه، وعشان هيدوس عشان هيدوس عشان هيدوس عالشوك، وعشان هيدوس عالشوك، ايوه وعشان هيدوس عالشوك، ايوه. شعبان مبروك شعبان مبروك، هو ما فيش شعبان مبروك شعبان مبروك، يعني مفيش غير شعبان مبروك شعبان مبروك. شد ايدك على الطبلة يا هلا، حلو حلو، ارقص يا هلا وافرح يا لهوي. اي 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 يلا. ايوه وعشان هيدوس عالشوك، ايوه. دوس يا ولد، دوس عالشوك زي استاذ. ايوه 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 يلا. شد ايدك على الطبلة يا ولد، حلو حلو. شعبان مبروك شعبان مبروك، هو ما فيش شعبان مبروك شعبان مبروك، يعني ما فيش غير شعبان مبروك شعبان مبروك.
بابا مين انت هتصيعي؟ ده مسجل وكان عليه 600 قضية اغتصاب جمال. بابا؟ ايوة بابا. واسألي بقى ماما مين بابا وكان بتروح فين ومع مين في الكهف اللي في اول الصحراوي. اسعي اخاتي لك تخوني ولا تشوفوه ولا نيل. انا هارش الفيلم من اول وبقان الله هنعمل معاكم الصح. هاتي ده سكر حلوة الدنيا سكر شرارة سكر حلوة الدنيا سكر لا 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 ميلة خلي الدنيا جميلة جميلة الله 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 والله الدنيا هتبقى جميلة إن شاء الله. خلصت الزفت اللي بقالك ساعة بتلف فيها دي؟ مش عارف معقرة معايا ليه رزلة حلواني. إيه شكلك بتحب يا حلواني؟ شكلي بحب يا لهوي. ده أنا غرقان في الحب يا أشرف غرقان. طب ممكن سؤال؟ اسأل حبيبي. لو القردة بتاعتي مغلباني أعمل معاها إيه؟ الإيه؟ القردة مغلباني أعمل معاها إيه؟ قردة. قومي ياض من هنا وما تكلمش معانا في الرومانسيات. قردة إيه ونيجي في إيه؟ والله أنا مش مصدق نفسي. حلواني حلواني هيتجوز. أيوة وتبقى زوج بقى وبكرش وتهمل بقى في شياكتك وفي تسريحة شعرك. ليه التشاؤم ده يا ابني؟ ليه؟ ما أنا أشوفكوا برضو مرة في الشهر بتاع. أنتوا صحابي وإخواتي وبعدين الاستقرار يا جماعة. ولا هعمل في شكلي ولا حاجة. شكلي ونيلة ايه؟ وانا لينا شكل؟ ما احنا مبرطعين في الصحراء والرمل والناس حبانا وخلاص. انت طول عمرك شيك يا حلواني. الله يخليك الله يخليك يا اشرف. بس هيبقى في التزامات هتعمل فيها ايه؟ التزامات في ايه يا ابني؟ الاكل اي صيدة بتيجي كلنا بناكل مع بعض. احنا كلنا 45 واحد. اللبس مراتي هتضرب الجلدة وتمشي. يعني مفيش تكاليف. انا مبسوط. شجعوني. صح فرحك عندي حبيبي حبيبي. عقبالكم عقبالكم. بس هتسكنوا فين يا حلواني؟ يا عم هنترمي ورا اي جبل. انت شاغب نفسك ليه؟ انا سمعت ان في كهوف في حدائق الادغال حلوه قوي. لا غاليه موت وثلاث ارباعها نصابين. خليك في حالك انا هتصرف. وهتخلي بقى مراتك تشتغل يا حلواني؟ طبعا تشتغل. انا راجل متفتح. تنزل تصطاد معايا وانا طول النهار اجري لوحدي في الحر. هي تنزل تجيب ارنب خروف اي حاجه للبيت. ولما تشتغل يعني هتبقى راجل انت ازاي في بيتك يعني؟ لا دي حاجه ودي حاجه. راجل في بيتي دي قصه ثانيه. وانت عارف ان انا راجل. انا متفق على كل حاجه. هتمشي على اللي هقوله بالملي. مفيش هزار. مش تضرب لي جلده وتمشي بقى بكتف عريان في الصحراء وفي وسط الجمال والكلام الفاضي ده. هتمشي هي واهلها بالجزمه يعني. سوري يعني. لا 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 مفيش. الان قلمه يا ابوها يا حلواني. يا جدع ابوها مين؟ انت شايف الفيلم ده بيتدرب على قفاه وتافه. ما تقلقش. ايه ده ايه ده؟ هي دي حلواني؟ لا حلواني مش هي. لا مش هي. لا هي. هي في غيرها في القبيله. مش هي. اسمع كلامي. هي بنت خالتها افتكرتها. هم اصل العيله كلها شبه بعض. امشي يا بت امشي. روح قولي لها انا جاي بعد شويه. يلا امشي امشي. قوم فين؟ شكلها هي شكلها هي. طب ممكن اقعد مع اصحابي شويه؟ يلا قوم فين. انا مش قلت لك بطل القرف ده؟ حاضر حاضر. انت قاعد معاهم تاني؟ حاضر حاضر. ما هم اللي بيجوا يندعوا عليا وانا باجي من نفسي. وسع. حاضر يلا. حاضر عادي يا جماعه. ما فيش حاجه. هي بتنشف فجاه بس هي اما تعشروها هتحبوها والله. حاضر حاضر حاضر. اتفضلوا. ليه الزعيق قدام اصحابي؟ ليه؟ انت مزود معايا في الكلام. مش مزود ولا حاجه. بس انا قاعد مع اصحابي شويه ما فيهاش حاجه يعني.
ممكن اقعد خمس دقايق؟ انت ازاي تطلع من غير ما تستاذن؟ كل ده هزار، كل ده هزار، خلي بالكم كل اللي بتقوله ده هتلاقوه في الاخر هزار. تعرف بس البنات يعني بيبقى دمهم تقيل في الخطوبه شويه، فاكره ان دمها خف. حلواني اتلم. هتلمي في ايه؟ طب ممكن اسبقيني وانا هحصلك. انا هحصلك. بتعاقلي مع المناظر الزباله دول؟ لا دول مش زباله، دول اصحابي، لو سمحتي كده كتير قوي اتفضلي. بص على اشكالهم والزفت اللي بتشربوه، قد كل قرف. احنا ما بنشربش حاجه، واشكالهم هي نفس اشكالنا. لما تنسى حلواني دول صحابي. بس بقى كده كتير قوي. ايوه اصحابي ولازم تحترميهم. اتفضلي اتفضلي، شوفي شكل ابوك احسن. قشطة يا شباب، يلا قدام. اوكي اتفضل. عادي كل ده. اتحرك. حد شاف حاجة؟ جات كل قرف. مش قلت لك يلا تلمي لي عليا الحالة دي؟ وعرفنا سيدي الرجال، عرفنا عيد الأعياد، عرفنا سيدي. ولا ايه ده؟ ولا هم روحوني. ايه حلواني؟ هم روحوني البت دي، انا مش مطمن لها. وبعدين ابوها، ابوها شكله شام خبر، انا شايفه جاي هو ناس من بعيد. قوموا تعالوا معايا. ابوها الهايف عمل كل ده؟ ايوه الهايف. مش حذرتك من ابوها حلواني؟ يا سيدي حذرتني، انت بعمل ايه؟ قوموا امشوا معايا كده عزوه وارجعوا تاني. وحياه ابوك ادي الجواز اللي بناخده منه. هتقوموا معايا ولا مش هتقوموا؟ مع نفسك يا حلواني. حاضر حاضر. ماشي ماشي، على الله اشوفكم في الفرح. ماشي جاي. وعرفنا سيد الرجال، عرفنا عين الأعياد، عرفنا سيد الرجال، عرفنا عين الأعياد. عيني عليك يا حلواني. يا حالحب طحالب دي حلوة قوي. يا ناس يا هو، يا نهار اسود ونايل، حد يغتني؟ مين هيغتني؟ مين هيغتني اصلا اذا كانت الدنيا فيها 24 واحد وكلهم قرايب؟ عاجبك؟ عاجبك اللي بيحصل ده من ابوك وامك؟ اسكو صافي سي مي بارون. بارون؟ وي. ماشي خليك انت دايما في صف اهلك، خليك هينفعوا. ايه ده؟ بيشمني ليه؟ انا عايزك كلب ولا ايه؟ حبيبي دول بيحيوك. دم كمان بتشمني؟ دي التحية عندكم في الأسرة؟ حييهم. لازم أرد التحية صح؟ لازم. طبعًا ده حماية، حبيبي حماية. استغفر الله العظيم يا تعالي. ريحة أهلك وحشة قوي. سوري أنا آسف، بس فعلًا فعلًا قذارة. إيه ده؟ جري طول النهار بشوفهم أنا رمح في الصحراء والتراب، ولا دوتش ولا زفت. خلصني بقى عشان هرجع في الجوازة دي. فكني فكني. انا عملت ايه؟ عملت حاجه غلط؟ انا عملت حاجه غلط في بنتك؟ انا جيت دقيت الكوخ ودخلت وقلت عايز الحلال، جوزاني. ايه يا حلواني؟ انت عايز تقعد مع بنتي في الدارة واسيبك؟ تقعد مع بنتك في الدارة؟ انا بقعد مع بنتك في الدارة بس دي بني ادمه زي زيها، في ناس تانية بتقعد مع جمال. ها؟ مش عايز انا سياح لك. ها؟ الولية دي خيلاني وقلقاني، هي بتيجي كده كتير ماما مالها؟ سمى ماما ليكم سا ليكم سا. طب ماشي انا بفهم بس. يا وليه اثبتي بقى، الله يخرب بيتك. ابوس ايدك انا يعني. بص اقر يا حمايه طلباتك. وانت هتقدر على مهرها بدايه ابن البدائي؟ بدايه ابن البدائي يعني انت فضائي ابن فضائي من تبدائي. بل انا عايز اقول لك على حاجه، المارينا الابلكاش دي ما تحطهاش على كتفي ابدا لو تكرمت. انت ده بالنسبه لك دراع، ده موضوعك انت. كلمني ببقك ده، حتى بق كلمني كده ما تلمسنيش. بس اسف المكسر، وريني بقى شخل جيبك هتعمل ايه؟ ايوه هدفع واشخلل وعندي مهر 100 100. الوليه دي خيلاني قوي. ما كلم امك، ما كلم امك. مامي بس. مامي بس ده اللي قدرت عليه؟ يا عم خلص. ما تقعدي بقى، اقعدي بقى، دوختيني بقى. ده ايه ده؟ انت عايز ايه؟ مهر ايه ونيله ايه؟ بقول لك عندي جمال، عندي جمال وانا هرشك. ها؟ ايوه بتحب انت تركب جمال. انا عارف انا عارف. عايز ايه؟ عايز ايه اكتر من المفاجاه اللي انا هقولها لك؟ يا عمي انا ان شاء الله هبني لها بوابه بشتغل فيها من اول ما اتولدت، يعني مش كتير يعني. وما كانش في حد على الارض، جمعت كل جنوز الارض من جواهر وعملتها في البوابه دي. هقدمها لها يا ولية. اقعدي بقى اقعدي بقى. هقدمها لها دي، ايه رايك؟ بوابه يا حلواني. ليه يا عم؟ في ايه ده؟ انا ودني ايه وانا واقف جنبك؟ في ايه؟ احنا جد نجري ورا بعض. ما تتكلم عادي يا عم، عايز مني ايه؟ ايه اللي في الكلام؟ ايه اللي في الكلام؟ لما تقدم لها عريس وكان بني لها كمباوت، هتبني لها انت ايه؟ يا حلواني. هيبني لها كمباوت ولا كمباوت ولا نيله؟ بقول لك ايه؟ بص هبني لها كمباوت. ورحمة امي انت لو ما ثبتتي لا ادفنك في هنا، هدفنك قدام الحيوان اللي انت متجوزاه ده، مش هيهمني حد. قول لها هتثبت يا حاج بقى لو تكرمت، ده كده كتير.
هنبني لها زفت كومباوند. في اي طلبات تانية؟ الموقع. موقع بتاع ايه؟ بتاع كومباوند. موقع ايه ولسه في دنيا؟ ما كل اللي قدامك ده موقع، هتفرق ايه الارض دي من الارض؟ انتهبل. بص في الصحراء ونقي وانا هبني لك. تأمر بحاجه تاني؟ ايش يا عسل، ظبط نفسك وكلمني يا حلوين. ابوك عسل، ابوك شربات على فكره. هو يبان ضخم ومرعب بس هو تافه جدا جدا جدا. ايش حماد؟ انا ماشي طبع صحراوي. غوري في داهيه، غوري في داهيه. ميرسي بابا. امسك الكلية دي ولا ارميها في اي وادي. بص صاحب امك ازاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. خلصيني بقى، خلصيني. اخيرا اخيرا هنتلم في كهف واحد. اخيرا اوعدك اوعدك مش هبني لك كومباوند. بصي طول ما انت ماشيه كل اللي انت شايفاه ده هيتبني وهيبقى بتاعك. يعني هقول ايه، انا ماشي بس مش وداع، مش وداع. وهحييك بتحيه ابوك وامك. انا عرفت ان انت بنتهم. انا عرفت. طب هما ناس كبار وكبروا في الصحراء وتهطلوا، عادي ينسوا يستحموا، لكن انت لسه صغيره وعروسه، يعني المفروض ده ما ينفعش. استحمي في ورا الجبل دوت، في وادي روحي ترمي فيه. روحي. واضح لازم افكر في الجوازه دي. سوري، باي باي وهتصرف بعدين. باي باي. ده انا هرجع في العيله دي. ايه القرف ده؟ النهارده يا حبيبتي هيكتمل حبنا وتكتمل فرحتنا بافتتاح البوابه العظيمه اللي انا عملتها لك. هتنبسطي وابوك هينبسط ان شاء الله. اهو شرف اهو. نقول لي امك جت معاه برضه. اهلا وسهلا. ابوكي ماشي ورا جنازه ولا ايه؟ اهلا يا حمايل. اهلا. مين الجماعه؟ اهلي واهل العروس. دول اهلك؟ انت حبيبي اهلي. مالك متنيك قوي كده؟ ايه المستوى ده؟ اهلا وسهلا، شرفتونا، تشرفنا، فرصه سعيده. اهلا وسهلا. حييهم. ما انا حييتهم. اهلا وسهلا. لا شمه. شم مين؟ استنى يا اخ، استنى يا اخ، انتوا شم مين؟ ده خالي. لا لا لا، موضوع الشم ده كفايه ابوك وامك. بص يا عم، طول ما انا متجوز بنتك الطقس ده انا مش هعمله، مش هشم حد عشان خاطر. تعالى. خرب بيت ريحه خالك على عم. ايه التقليد النيل خش عليه ده؟ ومين العبيط ده كمان؟ عمي. اهلا وسهلا. مش هشم الراجل ده. هو هيشم. خلاص خلاص يا خلاص يا عم. ايه ده ايه ده؟ لا في حاجه غريبه في العيله دي، يعني الشم بالنسبه لهم حاجه مهمه. ايه التحيه الغريبه دي؟ تراديشن عندنا. تراديشن عندنا. اهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا. خير؟ جايين الفراد على الكمباوند. على ايه؟ على الكمباوند. ابوك لسه مركز في الكمباوند. كمباوند. اه اوعى تفتكر ان انا نسيكي. ايوه اهمدي عشان هدكك في الارض هنا. انا صحيلك، انت مقصره فيا جدا. بقولك ايه، تعال اقول لك. كومباوند ايه؟ انت قبل ما بتدخل كومباوند بتدخل منين؟ بوابه. خلاص انا ابتديت بالبوابه، والكومباوند ده بعد كده بقى ابني انا وخطيبتي طوبه طوبه وزلطه زلطه الموضوع ده، لكن مش بسرعه كده. ولا ايه راي حضرتك؟ سيل تبلي بابا، سيل تبلي دي وي. مبروك. الله يخليك. بس انا عايز اقول لك حاجه كمان، نصيحه، ان انا بقيت زي ابنك دلوقتي. انسى موضوع الفرح ده خالص. اسمع كلامي، تكلفه على الف... شايفك شايفك شايفك. ارجعي، انت بتستنيني اندمج وبتستعلبي زي السحليه كده. اقف في مكانك، امسك الولاد دي. مصاريف بالاونطه، مش هنقعد احنا نكلف ييجوا الصيع الحراميه دول ياكلوا. دول عايزين 40 بقره. اسمع كلامي، انا ما بحبش الفصال. بلاها الجوازه دي. لا يا بنت، استنى استنى بس استنى يا عم. بلا ايه ده؟ ابوك بيقفش ليه كده يا عم؟ اهدى. خلاص هنعمل زفت فرح. مبروك. هو ابوك بيعمل كده ليه؟ ايه الحركه دي؟ احنا اتجوزنا. تكلم بجد؟ هو كده يعني اتجوزنا؟ انت عندكم كده اتجوزنا؟ كده اتجوزنا. تكلم بجد؟ مع اني عايش معاكم في نفس الجبل واول مره اعرف الموضوع ده. طرقعه واحده جواز؟ ولو حبيت تطلقها ثلاث طرقعات صح؟ ايوه صح كده. حلو ده، خلي بالك اي حاجه هتخنقيني هطرقع لك على طول. ايوه. مبروك يا اهلي، مبروك يا حماية، الف الف مبروك حبيبي. مبروك يا حلوان. شايفك شايفك شايفك، ارجعي مكانك. بقول لك ايه، بالمناسبه الحلوه دي بقى، تعالى نفتتح الشريط بتاع البوابه. ها، نفتتح الشريط. هات السكينه وانت واقفه مكانك. عارفه لو خطيتي خطوه ارطم لك رجليك. هاتي ده، انت روش. سيب اولاد، الاولاد انا خايف منها والله العظيم. امك شكلها في الاخر هتطلع مش حقيقيه وهتفاجئنا وهتطير. اسمعي كلامي. لا مش مننا. بص الناس كلها حاجه، بص هي غريبه، ربنا يستر دي ما تدخلش البيت على جثتي. ممكن نفتح البوابه؟ نفتح البوابه. مبروك يا مدام، مبروك 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 يا جماعه. مبروك 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 مبروك. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. يلا مبروك يا الف مبروك. اهلك يا عرو يا عرو، مش بهزر، سوري يعني. ما ايه ده؟ لا they are very nice. نايس ايه؟ مليت ايه؟ كله رفيع مش لاقي ياكل وضم مقطعه. بقول لك يا حمايه،
تعالى عاوزك، تعالى عاوزك. ايوه حلواني. تعالى ثانيه بس، الناس دي رايحه فين؟ رايحين يخشوا جوه البوابه يهببوا. ايه اتفرجوا على ايه؟ مفيش حاجه. اتفرجوا على ايه؟ فانت بعتهم كده اي هبل في الصحراء وخلاص. في جوه تعابين، خلي بالك. ما احنا بناخدها. طب الف هنا. بقول لك ايه، انت عشان طلعت وجدع معايا ووافقت على كل طلباتي، انا هعمل لبنتك احلى فرح. ايه رايك؟ مبروك يا حلواني، مبروك. ما تحطيش ايدك عليا، مش ايد دي. الف مبروك، الف مبروك. مع السلامه. مع الف سلامه. روح شمهم، شمهم بعض لحد ما اجي لك. انا هاخد بنطه كده في الصحراء انا وعروستي. معاك الله. اصحى ولا 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 ولا. كل هدو فوق، كل هدو فوق، كل هدو فوق. وفين السفر رجالة؟ الحفلة لسه شغالة، ومش هنقول اسامينا عشان احنا عدينا. دي فرح حبيبي واخويا الحلواني، جينا وهنينا. كل هدو فوق، كل هدو فوق. اللي يحب حلواني يقول ايه، يحب حلواني يقول ايه. حلواني يعني الرجولة، حلواني يعني ابن النين، حلواني بالحي هنا كل جبر في المنطقة، وكهف كهف، وطول ما العجلة شغالة الكهف بيجيب رجالة. وبالحي عروستنا الجميلة، فتاة الوادي، فتاة الجبال، فتاة الليل، صاعدة الثعابين، منار الجيار. وكل اللي يحب حلواني يقول ايه، اصحى. مبروك يا حلواني. الله يبارك. مبروك يا عروستنا. الله يبارك. قاعد الوليه اللي وراك دي، قاعد مراتك، قاعدها. انا دلوقتي اعرفك على عيلتي. لما انا شفت عيلتي كنت ما شفتيش عيلتي. ناس طيبين قوي قوي قوي، غير اهلك خالص. دول اتنين ولاد خالتي، اول اتنين اتولدوا توأم راكبين فوق بعض، لا بياكلوا ولا بيشربوا ولا بيتكلموا. هما الاتنين طول الوقت يا عيني يرتاحوا تحت الشجره، يلعبوا في طقوم بعض كده يعني. باي 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 باي. انبسط انبسط انبسط. العروسه وما بيتكلموش ولا حاجه، هما راكبين على بعض كده وبيلفوا الصحراء ليل ونهار. يعني طيبين قوي، طيبين قوي. اهلا وسهلا، شرفتنا شرفتنا. هو مين ده؟ ده ما اعرفش، بس يعني ابويا لما اتقتل بالحرب الاخيره ديت وهو بيموت قال لي خلي بالك من عمك، فيعني نورت. بس راجل طيب. ها ايوه. ها ها نورت يا عم، نورت. ده مين شو بقى؟ التافه بتاع العيله. قمر قمر وقعدته جميله والعلم بزنسمان كده. مع توكيل عظم. بصي بصي الانواع، بصي. اوعى تكون جايبه لنا هديه بسيطة كده. لا ده كتير قوي، كتير. ليه طلب تاني؟ أؤمر يا باشا. واحد صاحبي هينحت كده سوا مع بعض. يلا حبيبي. هو هيطول شوية. ميرسي. حبيبي حبيبي، عايزك تقول لي على الفرح. عقبالك عقبالك. تعالى ما تتكسفش، تعالى ما تتكسفش. ده ابن عمتي. مخلوق بيضحك على طول. فظيع. بصي بصي لو سكتنا احنا، بصي هو يعمل حاجة ظاهرة في الجبل، ظاهرة ظاهرة. وبرده مش تافه. تاجر جلود من لو. بصي بصي جايب لك ايه؟ هدية بسيطة. تعبت نفسك يا اخي، تشكرين. عقبال ليلتك. حبيب حبيب. مبتسم على طول، جميل. انت شايفة عيلتي؟ فين البوفيه؟ وفين اللحمة؟ شايف الفرق بين عيلتي وعيلتك؟ شايفة ابن المفجوع ابوكي ده؟ اتفضل خد الخروف ده لوحده. يلا ازقز فيه واحنا هنجيب للناس. ابوكي بصراحة يعر. ايه؟ بابا ايه؟ يعر بصراحة. اصحابي هيعرفوا يغني، هيدلعوا لك الفرح. ما تخافش. بتغني انت يا حبيبي؟ انت حلو قوي. تكلمي بجد؟ اه والله. والله لا غني، عايز حاجه تاني. يلا غني. حبيبي حلواني، حبيبي حلواني. فاكرين الجو بتاعنا؟ الاغنيه اللي كنا بنقولها واحنا في واحنا رايحين الكبرتان بتاعت الاتوبيس دي؟ ايوه. فاكرينها؟ يلا واحد اثنين ثلاثه. بداي 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 بداي. أموت أعيش ما يهمنيش، أموت أعيش ما يهمنيش، أموت وأعيش ما يهمنيش، أموت أعيش.
وكاتي جت على بوابة والأرض فاضية وميت سابة الدنيا كانت تيتم بدري ونوال واليما اه يابا لو كانت جت على بوابة والأرض فاضية وميت سابة الدنيا كانت تيتم بدري ونوال واليما اه يابا سمعني زغروطة تحية عساوين يا كومباوند الحلواني يا كومباوند بحبها يا هو زيادة خيرها فايد ولا ده بس عيالي ولاد الهرمة ما صنوش النعمة يا سادة ريحة حلو بزيادة خيرها فايد ولا ده بس عيالي ولاد الهرمة ما صنوش النعمة يا سادة والأخ بنفس على خوه الأخم نفس على فوق يا كومباوين يا كومباوين يا كومباوين يا كومباوين يا ما تدفع حد يا جعر من نكلوه عارفين اللي مش هيدفع القتاوي يا بلد فراخ راح عند فريش وبيدي طب مش دافع تعالى الواد يا صدري انجر وادفع القتاوي واتفرج على العفريت لا ما عايزش اتفرج على العفريت والله يطلع لك ريش يا ابن فريخي طب ايه رايك باقي ان الغولة هتبوسك من حانك فرنش كيس لا الحاجات دي عيب وحرام بس يا واد يا سميضة كفاك فرج على الافلام اسمعوا يا بلد اوامر منظور بيه ان كل البلد لازم تتفرج على العفاريت غصب عنيها واللي مش هيتفرج على العفاريت هنرميه للوطويات وهتتسمي بهايمه وهتتحرق ارضه ايوه وهيتحلق شنبه ويبقى كيف النسويين سامع يا سميضة؟ لا مش سامع بس يا ود وخدوا من الخبر ده ما بلاش الخبر ده بس يا عطية اللي تاوى من هنا ورايح هتبقى جطاج طاجين ايه الجبروت ده؟ ايه ده؟ وسع يا ويل مندور به وصل حلو يا ده ابراهيم الولع خبريه مالكم عاملين زيت وزنبليت ليه على الفاضي في ايه؟ قلنا لهم اللي تاوى زادت الطاقين هاجوا ماجوا هاجوا ماجوا وانتوا واقفين وهم هاجوا ماجوا طب معلش احنا متاسفين يا جماعه اللي قالوا الراجل اللي بيقول هاجوا ماجوا ده الطاق مش طاقين عشان خاطركم الطاق 40 طاق ليه ونجيب منين يا مندور بيه ده احنا غلابه ما حلتناش اللضا ان شاء الله عندكم ما جبتم ولا شفتوا العيشه وتموتم أنا ما بكرهش إلا اللي زيك الغلابة اللي يقولوا إحنا غلابة دول أنا مالي ده جزاتي اللي مخليكم عايشين في أرضي وأرض أبويا وجدي ومش كده وبس عامل لكم ملاهي وبتتفشخروا في البلاد اللي حدانا عندنا ملاهي هلم كل مليم دفعته يا بلد قلت يا صميت لا
انت بتبرج لي يا سميدة؟ ايوه يا سميدة بيبرج لي. طب يا سميدة انا هخليهم يفرجوك على حاجة عمرك لا انت ولا اهلك شفتوها. على ايه؟ هتشوف دلوقتي فرجوه. انبسط؟ قول لناسك واهلك شفت ايه جوا يا سميدة؟ ما قدرش يا تقول شفت ايه جوا؟ ما قدرش حب على يدك يا مندور بيه. ما قدرش حب يقعد على يدي زي ما قلت. اسمعوا، اي واحد فيكم ممكن يدخل المكان ده مكان سميدة وهيشوف انه عمره ما شافه. كملوا عليه، ادخل سميدة. حرام كفاية، حرام كفاية، حرام كفاية، حرام كفاية. مين فيكم مش هيدفع للتاوى؟ لسه باقي 200 غور ياد وربنا لغور. ومين فيكم يا اهل البلد مش ناوي يدفع للتاوى؟ انا مش هدفع للتاوى. نسيت يا رب ايه الاحجام دي؟ انت من فين يا بلدينا؟ شكلك غريب على البلد، لان مفيش مخلوق في البلد دي يقدر يوقف يقول لك الكلمه دي. انت منين؟ انا من مطاريد الجبل، واخر مطرود في الجبل فيهم، ونازل عشان اشوف الغوله والعفاريت. ده انت هتشوف الغوله وام الغوله كمان وببلاش. احنا عنينا رجاله الجبل والجايين من الجبل. تعال يا حلو تعال، هتشوف الغوله. اقف هنا. اوقف هنا؟ اوقف هنا انا فرجيك الغولة. لا انا اشوف. اوقف، عايز تشوف الغولة؟ ها انا فرجيك الغولة. ورهاني اهدي. حلوة الغولة؟ اهدي خلاص يا خدور بيه، حاك علي. لا استنى لسه فيها حتة. انا امي عايزة هادي، امي عايزة هادي. وتوقف تقولي قدام الناس مش هدفع لك تاوى، انت مش تدفع حاجة خالص. خلاص اخر حاجة تدفع حاجة. يا نهار اسود، يا نهار اسود، كفاية. انا من رجالتك يا مندور بيه. استح مني فاضل اربعة نخلصهم وخلاص. يا كتير. كفاية كفاية، الخنجر هيضرب في كرشي. مين البيت دي؟ بنت الحاج ابراهيم الحلاق. كبرت وحلوت، نجيبها لك؟ ملكوش صالح. شوف الولية كتعة فين، خليها تجيبها على المضيفة، خليها تقلعها الاسود ده وتظبطها وتحط لها مكياج. يا راحت فين؟ والله ونولت اللي ببالك يا مندور يا ابو الدهب، وعملت ملاهي الشيطان ونفذت وصية ابوك. الله يرحمك ابوي ويحسن اليك، انت اللي زرعت في قلبي الشر والقسوه، ولغيت من حياتي حاجه اسمها شفقه ولا رحمه. مش هنسى ابوي، اول ما وعيت على الدنيا شفتك وانت بتقتل امي وامي بتقتلك، ودخلت عمتي قتلتكم انتوا الاثنين، ودخل جدي خلص عليكم كلكم، رضعت منكم الشر. ربنا يبارك فيكم وفي سيرتكم العطره. أول مرة قتلت فيها كان عندي 12 سنة، وأول مرة اغتصبت فيها كان عندي 12 سنة، وأول يوم حركت في غطان للغلابة كان عندي 12 سنة. بس كان نفسي ربنا يكملها بمترين ثلاثة طول عشان الهبة تكمل، لكن بعون الله أنا عوضها بالرعب للخلايق اللي بيقولوا عليهم غلابة، دول عايزين الحرق. يا رب رب زودني شر وقوة. خش يا كتعة. يا ساتر. العوافية يا مندور بيه، جبت لك ست البنات. جر يا بيت، جرب يا بيت على سيدك يا بيت. تأمرني بحاجة تانية يا مندور بيه؟ استني يا وليه يا رغاية، انت جاية جاهزة احمر وملعلط. لف يا بيت، بس يا بنت دوختيني. وقفوها، وقفوها، وقفي يا بنت، وقفي. ايه قولي لي يا وليه، ضفايرها دي ضفاير ولا اكستنشن؟ لا ضفاير يا مندور بيه. كله هيبان، ما احنا ما هنلعب مع بعض، هنشد بعض، هيبان.
لعبي حواجب الكبد بس. خلاص خلاص مجنونه بين عليها ولا هبله. حواجبها ديت بتاعت ربنا ولا تاتو؟ لا بتاعت ربنا. هنشوف احنا برضه منغزل بعض. انت خابره شغلانتك. هنلعب حواجب بعضينا وهنفهم. ماشي لم يا وليه تجلبيه لم يا بت. والجسم ده خساسان ولا شافطه؟ لا طبيعي يا منذر بيه. حلو. والجوره دي مفروده من عند ربنا ولا ضربه بوتوكس؟ لا 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 مفروده من عند ربنا. افتكري افتكري كل كلمه قلتها لي. حاضر. عشان لو كدبت في كلمه انت خابره ايه اللي هيحصل لك. حاضر يا منذر بيه. ادي الوليه دي 50 قرش. 50 قرش؟ 50 قرش اعمل بيهم ايه يا منذر بيه؟ حرام عليك يا مفتر يا ظالم. طلبت مني صبيه حلوه، جبت لك ورده مفتحه ولابسه احمر زي ما انت قلت. حرام عليك حرام عليك يا مفتر، يعمل ايه من 50 قرش؟ مفيش حاجه يا منذر بيه. خدوها قطعوا لها رقبتها. لا يا منذر بيه. وطلعوا اللسان وقطعوه عشان الغوله بتحب اللسان. حرام عليك يا عمري. قطعوا دراعاتها. ده الظالم قال. تعالي يا بت تعالي يا بت. ترمي كله قدام عينك من الاول عشان تبقي شايفه وخابره وعارفه انت هتعاشري مين. ها افهمي عشان ما تضيعيش، انت لسه شباب. القهوه اقول عليها زياده تيجي مظبوط رقبتك هتطير، فاهمه ولا لا؟ كلمه تخرج من الدار دي سمعتيها انت فاهمه، هقطعها قطيع. ما عنديش يعني ما ها؟ ايوه ايوه. ودخلت وقعدتي من غير ما تبوسي يد سيدك، هعدي لك الغلطه دي. بوسي. كفايه كفايه كفايه. إيه انت جعانه ولا ايه؟ بوسي. خلاص كفايه كفايه. خلاص خلاص خلصنا خلصنا. عايز اقول لك على حاجه. الرعب اللي انا مسببه للبلد ده هون، والشر اللي انا بسه فيه، كل ديه كوم ديه منظور تاني. لكن منظور بيه مع الستات حاجة تانية خالص. تلاقيني هايف، احب الدلع انا واحب الحريم. ايه بنت الحلاوة دي ما شاء الله. ايه دي ودي كبيرة حبتين. ده حالك يا منظور بيه. ايوه 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 ربنا يزيد. بيت يلا يا بيت كبسي ظهر يا بيت. كبسي. يخرب بيتك مال يدك تقيلة ليه؟ مش يد ست، دي يد راجل. مالك؟ ما انت يدك حلوه زي الفل اهو. ازيك يا بت يا صبري؟ مالك يا بت في ايه؟ في ايه يا بت؟ هي ما قالتلكش انني ملبوسه؟ مين اللي قالتلي؟ ومين ملبوس مين لابس مين؟ حد انا ما اعرفش حاجه. اديك عرفت. طب اعملي هاني دلوك، يعني انت مين ولا انت لابسها ولا هي اللي لابساك ولا انتوا التنين عايزين تلبسوني؟ انت عايز ايه؟ انت مين؟ اني ثروت. ثروت؟ طب وانت ليه لابس الولية دي يا عم ثروت؟ الحب. حب؟ طيب ربنا يهنيكم ببعض. ده انت حلتها يا عم ثروت. انا اطلع بره وانتوا التنين تحبوا بعضيكم انتوا صبرين، وخذ راحتكم، الدار كلها تحت امركم. انت بس لو عزتوا حاجه اوقف وقولي اه يا مندور، تلاقيني خدام تحت رجليك. بس ابو سيدك فكاد يا عم ثروت. سلام قولا من رب الرحيم. لا بص ليش كده يعني بخاف؟ يعني شوف انا عامل ملاهي الشيطان وكل حاجه، بس انا بخاف. اعمل ايه؟ اعمل ايه يا عم ثروت؟ تعال هنا. ولا هنا ولا مش هاجي يا ثروت. تعال هنا. حياتي انا مين انا جاي يا ثروت؟ تعال هنا. انت يا زفتها عساي. اوامرك يا مندور بيه. عملتوا ايه في الولية اللي جابت البلوة دي؟ قتلناه. حلو 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 الحمد لله. ليه يا مندور بيه؟ ده هي اللي جابت لك ست الحسن والجمال. حياة النبي. طب سلم على ست الحسن والجمال. ازيك يا ست الحسن والجمال. اهلا اهلا. شوف ما طلعتش ست الحسن. قول لها انت مين؟ قول لها انت مين؟ انت مين؟ انا ثروت. يلا خد على الزريبه يا ما فينا تسيبها لوحدي. امشي امشي. خد هترتاح يا عم ثروت. الزريبه كل زي ما اتفقنا زي ما اتفقنا. امشي امشي. خد لا خدها انت خدها انت. امشي امشي. روح يا عم ثروت روح روح. اسود ده الا للسودة دي. ده الظاهر من كتر الناس اللي قتلناهم هيطلع على دماغي. استر يا رب. سلم قوله من رب رحيم. مين؟ أنا ثروت يا مندور. أنت لسه ماشي ثروت ولا اللي مشي ديت البيت؟ أنا ما بقتش فاهم حاجة. عايز مني إيه؟
أنا موجود معاك يا عم. نمرة السراي عايز مني إيه؟ أنا حبيتك. والمطلوب؟ أقعد معاك وأسيبها. خلاص تقعد معاي، وأنا زي ما أنت شايف يعني ربنا فتح عليا وعامل ملاهي للشيطان، أنت اللي هتمسكها ومرتبها تشوف، بس الحماية الأول. بجد؟ هتحميني؟ أحميك. ربنا يبارك فيك يا عم صاروخ، وأهم حاجة ما تطلعليش وأنا لوحدي بعد كده، نتقابل في الملاهي، اتفقنا؟ اتفقنا. بالسلامة أنت، بالسلامة. استبيني. استبيني. الحمد لله، الحمد لله. يا سعادة البيت بتكلم راجل شرير، مولود في الشر. ايوه كل البلد مرعوبه، كله خايف، ومفيش حديد في البلد غير على الغول الغول الغول. ايوه منظوره بالذهب مسيطر. سلام. بتكلم مين يا مندور بيه؟ لا دي النمره غلط. اهلا وسهلا بالرداله. خير داخلين مبرقين كده يعني، مالكم؟ عايزين نقول لجنابك على حاجه. تقول يا عوض. قول انت يا عطيه. عايزين نقول لجنابك على حاجه. ما تقول يا عطيه. قول انت يا عسوي. عايزين نقول لجنابك على حاجه. هتقول يا زفت الطين. في ايراد كل ماده في النازل. ايراد ايه؟ هو احنا لسه جمعنا المحصول؟ انت فين والقصف فيه؟ ايراد الملاهي. اسم الله على جنابك. اسم الله عليك انت يا اخويا. ملاهي ايه؟ ملاهي الشيطان. الايراد ماله؟ في النازل. ملاهي ايه؟ الشيطان. الشيطان؟ الايراد نازل بتاع ملاهي الشيطان؟ ليه؟ شايفني قاعد انا بعمل محشي مع النسوان في البيت ولا ايه؟ أما الطوبير اللي أنا شايفها ليل ونهار ديت بيلعبوا المراديح اللي بيتفرجوا على العفاريت؟ لا بيتفرجوا على العفاريت. حلو، أديك قلت بعظمة لسانك. اللي بيتفرج على العفاريت مش بيقطع تذاكر؟ أيوه. أي أمال أنت جاي تقول لي ليه الإيراد بيقل؟ يبقى أنت زي أبوه، وأبوك كان إيه؟ حرامي؟ أيوه أنا نسيتك، أنت ابن زكي. أنت ابن زكي يا ابن الحرامية. وأنا بكهربك؟ ده أنا بديك باليدات. عايز تسرقني؟ فين يا ياض؟ اتعادل وقول لي. مين اللي بيقول لي يا ولد النصابين؟ ليراد. ليراد بتتكلم؟ يا صدقوا عطيه ليه يقول الحق يا مندور؟ مندور؟ انت نسيت مندور بيه ونسيت نفسك ولا ايه؟ انا نسيت نفسي. انت نسيت نفسك؟ ايوه. انت شكل معاهم يا مندور بيه، ما تظنش فينا السوق. امال اظن؟ يبقى انت معاهم. تعال عشان انت تخين هاخد معاك وقت. لا انا مندوره بالذهب، اقطع الثلاث روس دول. فاهمين ولا مش فاهمين؟ سامحني يا مندور بيه. قول لي الحقيقه، الناس عايزه ايه؟ يا مندور بيه، ايه؟ الناس ما بقتش تخاف من العفاريه، عايزين يشوفوا الغولة ما تنام فيها. ايه هذا الاداء الاوفر ده؟ يشوفوا الغولة ما تنام فيها. زاد نفسيه. هاتلهم غولة. غولة ايه يا مندور بيه؟ ما احنا دفنينه سوا. ايوه صحيح، ده احنا ما عندناش غولة زاد نفسيه. طب هنعمل ايه؟ بس جات الفكرة، احنا عايزين غولة غولة صح؟ ايوه. يبقى نعمل كاستنج. ايه الاشكال اللي بتجيبوها دي؟ لفي. افرد يديكي وعلى البيت. يلا خف مني واخرج على طول. سلامة. هنعمل ايه؟ استنى جات الفكرة. عارفين مين تبقى الغولة؟ مين؟ هات البت صابرين الملبوسة دي. يا سلامة منظور بيه، لو ملاهي الشيطان دي ترجع زي زمان. هترجع وشرفك لترجع يا عطية، واقوى من زمان، وهتلاقي الطوابير لحد اخر البلد، وهنكسب والفلوس هتلعب معانا تاني تاني. الناس عايزة ايه؟ عايزة الغولة، عملنا لهم غولة. مش زبطتوا صابرين؟ خلاص انتهينا، ما تخافش. بس انتوا خلي بالكم من شغل، ما تقفوش مبرقين كده بس والناس تدخل من وراكم. ها اصحوا. عارفين يا بقرة انت وهو لما الفلوس تلعب معانا تاني هعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هجيب ميني كوبر. طول عمرك طموح يا مندور بيه. لا ونزيه. واللي في يدك مش ليه. واللي ليه مش ليه. يعني ايه الجمله؟ يعني ايه اللي ليه؟ هو اي كلام؟ هو اي كلام؟ شوفوا الزفت اللي بتجهزوها، بقالكم يومين. يا عيسوي. اهو عيسوي جاء. وش يا ملبوسي؟ يلا اهي جهزت يا مندور بيه، وبقيت مية مية. صابرين صابرين يا بت، قوم يا عقل انت. اقعد يا بت.
اقعدي. تذاكر جاهزة؟ جاهزة. مش عايز دلع في الملاهي ها؟ ايه؟ ايه بتزم في وشي ليه؟ لا دي مش صبرين مش صبرين، دي غولة بجد. ضحك عليكم حد جاب لكم غولة بجد. عطيه لا رخان لا عطيه لا تعال خايف عطي لا منظور بيه منظور بيه العلم انه في الخلق هيطلع علينا اللي عملناه في الناس طلع علينا. بص ما جرب بتزوم ازاي شكلي تشليت. ايه منظور بيه تشليت العصايه وقعت ما توقع العصايه بقول لك تشليت بقول لي عصايه انا خايف الناس روحوني من تفبيتك يا منظور بيه. لا ده مش بيتي مش دخله تاني وانت براحتك برطع براحتك فيه. يعني انتم مستنين منزف من الخوف قدامكم. شلوني حمل ولد شلوني حمل شلوني شلوني ادري ولد
ها منطقة كله دفع الإتاوة. فين أبو أحمد؟ فين أبو رامي؟ قوم يا كله دفع الإتاوة؟ كده كله تمام يا برنس، مفيش غير حمادة لسه ما دفعش. حمادة ابن مديحة؟ ليه إن شاء الله؟ ماسك عليا فيلا؟ بص على وشي كده أهو، شكلي نانسي. وريني كده ليه؟ أمال إيه بقى إن شاء الله؟ ما دفعش ليه؟ ليلة أهل صادق. يلا بينا. يلا يلا سعيد. النبي ده اسمه كلام، استحمى انا ازاي في دش بالمنظر ده؟ صغير عليا جدا، ما انا عملاق اعمل ايه؟ انا كان المفروض اعيش في البلد كلها عمالقه عشان ابقى طبيعي، الناس فاكره العملاق ده سعيد، انا مش سعيد. اتفضل الحور، كل شويه يعني لازم يتقطم وسطي عشان لا ما يم... وبص اسم اسم النبي، بص البشكير، بص في نظري قد ايه؟ بس هو بشكير، انا عملاق هعمل ايه؟ دي حاجه بقت تزهق اهو، كل ما المس حاجه تتكسر. مش معقول العملاقه اللي انا فيها دي. مش هاخد دش، مش يعني انا خايف اكسر الحمام. اهو لازم اوطي، لازم اوطي عشان عملاق. لا حول ولا قوه الا بالله. ازيك يا ام عامله ايه؟ بلا نيله بلا امك بلا زفت، انت مش ناوي تغير لنا العفش الصغير ده اللي مش على مقاسنا؟ ياما العفش مش صغير، العفش طبيعي جدا، انت اللي عينك فيها مشكله. وبصراحه بقى انت مش عايزه تصدقي ان ابنك عملاق. اعمل لك ايه؟ 100 مره ياما 100 مره اقول لك بطلي الزيتون، ضغطك بيعلى. ده مش زيتون، ده بطيخه بطيخه. طب اعمل ايه؟ انا عملاق، انا شايفه زيتون. تصدقي ما تصدقيش عملاق. ولا حماده ولا حماده. والنبي يا ابني ما تروح له، ده راجل مفتري. سيبيني يا اما بقى، سيبيني اخلص الحاره من شره. هو مفتري، انا عملاق، صدقي بقى. حماده ولا حماده. والنبي يا ابني ما فيش الا انت يا ابني. مين؟ انا اللي قال في يار. طب ممكن استأذنك يا معلم 10 دقايق اعمل 400 ضغط وانزل لك؟ هتنزل ولا اطلع لك؟ باب البيت ضيق عليك يا معلم. اديهوله. لا 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 يا معلم ما تتعبش نفسك، انا انزل لك على طول بسرعه. يا حاضر حاضر يا معلم. اعمل ايه؟ حبكت معايا موت النهارده، هو فعلا هيموت هيموت. لا انا هضربه بايدي، انا هضربه بايدي. عملاق ياما عملاق. خلطوا مع عاطف، عاطف بيرجع، خلي حد يشد عشان لو فضل مدلدل هيفضل يرجع. مساء الخير يا معلم. ما تثبتنيش يا ما اقدرش يا معلم. ليه توا فين؟ سوري؟ ليه توا؟ ليه توا حاضر؟ ليه توا ليه توا يا معلم؟ يعني المفروض بالعقد تاخدها من حد بيخش له على الاقل 7 جنيه في الاسبوع، لكن اقسم لك بالله انا وامي اللي قاعده جوه ديت يعني بناكل بكر كلينكس. يعني ايه؟ مصدقني يا معلم صح؟ لا مش مصدقك. طب اعمل ايه؟ كده دي امور شحاته. لا لا اعوذ بالله، ليه؟ انا مش حاتش حاجه، انا بقول لك ظروف يعني. انت عارف ياد اللي بيعصى اوامري؟ ها؟ عارف عارف يا معلم. عارف اللي بيعصى اوامري؟ عارف يا معلم. بيحصل له ايه يا؟ عارف يا معلم. بسمع طول الوقت انت والجماعه دول بتحلقوا له شنبكم. الله. وكمان شنب عيره. بس ايه رايك؟ اكيد حقيقي صح ولا لا؟ حقيقي جدا. حقيقي خالص. ها؟ ولا ايه يا معلم؟ انت بتتوتر ليه فجأة يا معلم؟ ولا عشان انا بتحول. معلش بتحول. لا ما تتحولش ما تتحولش، انا خدامك يا معلم. اخرك معايا ايه؟ مش عارف اللي تأمر انت بيه، انا هعرف انا اول اخري. انت مبارك ايه كده يا معلم؟ اعوذ بالله من غضب الله. ايه يا معلم اتكلم، انا قلبي هيقف. ما اشوفش وشك هنا تاني. امشي يا معلم اسيب الحاره. ما اشوفش وشك هنا ايه؟ تاني. انا ليه في ذكريات؟ انصرف عني. حاضر. السلام يا عاطف. امشي. حماده حمادة حمادة يا ابن انت، اصحى يا حمادة، اصحى اصحى يا حمادة. يا نهار اسود، يا نهار اسود، اوعى تكون عفريت. ايوه عفريت. عايز مني ايه؟
انا بعون الله لديت الهلب من قوتي هسحبها منه واديها لك انت عشان انت طيب ابن حلال. استنى استنى ما تفرططليش. طيب ابن حلال ايه انت؟ تعال بس تعال. انت اديت الهلب قوتك ده انت يا دوب بتشتغل بحجاره قلم. انت بتتكلم بجد؟ بس جرب. انت جن قديم في الشغلانه ولا لسه جديد؟ لا قديم قوي. طب اتنططلي شويه من جرب. يا اختي جن يا اختي يا عسل. انا هعمل اللي انت عايزه عشان حب بيتك. عايز نعمل ايه؟ بس اسمعني، حط ايدك في ايدي. حاضر. ومش هتخسر. يلا اتنطط. يا اختي بطل. ايه يا فيه؟ ما نفعتش القطاوة ليه ياه؟ بص ياد في وشي كده. انا الهلف ياه. ايه يا حارة؟ مسد الهلف؟ الهلف عمره مطاع. مين؟ بخس عليك، مش فاكرني يا هلف. اللي ما يعرفك يجهلك يا كبير. معلش العتب على النظر. معلش دقق كده. مين؟ حمادة. المعلم حمادة. طبعا المعلم حمادة. بس انا عايز اسألك سؤال، انت ايه اللي عمل فيك كده وبقيت عملاق ومجانس وحاجات حلوة قوي؟ انا طول عمري عملاق. انتوا بس اللي مش مصدقين. انتوا امي. احب فيك الارادة يا كبير، احب فيك الارادة. بس انا عايز اعرف يعني انت حضرتك عايز ايه بالظبط؟ عايزك ده انا جاي لك شخصيا انت والصيع اللي معاك. صبياني؟ عامل لك ايه صبياني؟ ده هقطع عمرك هبهدلهم لك. بس انا اطلب منك طلب صغنن جدا والله، مش هكتر يعني. نزلني انت بس وشوف انا هعمل لك فيهم ايه. حلوه نزلني دي. انا هنزلك. انا هنزلك. عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق. عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق. 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 عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق. روح قول لهم ان انا عملاق. عملاق يما. روح لهم قول لهم ان انا عملاق. عملاق يما. عملاق. 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 حمادة. يا حمادة. حبيبي. حبيبي وحشتني. شفت انا بيت عامل ازاي؟